على ام اف ام. تيست تيست مايكروفون اوف اون. كنسلموا على كاع المغاربه في كاع لي زون اللي كيسمعوا لينا في الراديو ديال الدار ديال الطوموبيل ديال التليفون. حلقه جديده في ستو. حلقه جديده مع ضياف ماشي ضيف، ضياف جداد فيلينغ جديد. نبيل غادي نقول لك عشيري عوده ميمونه خويا الله يحفظك خويا يمسك عايبر الله يحفظك كيداير مزيان امسك ما عرفتش كايبر حليت عيني كايبر مزيان الدراري ديال المدينه مزيان عنده شمات حنا عارفين لي سطوات باش هضرب سلطان عارفين لي سطوات انا وقف حليت عيني انا الراب ما وصلش المعارف لا ما مع شو الراب وصل حدا واحد البلاصه تاع الفاست فود كتشوف الدراري كيديروا فري ستايل واحد لقيت حنا في المعارف كامل كنرابيو اش كترابيو والله العظيم الله يعاود كضرب الرايب رابيو وما نرسلو وصلهم تيكتونيك لا قال لي الله يلعافيك من التيكتونيك والله هما اللي حاربونا هما حاربوكم واخا نسولو قبل ما نسلم عليك زكريا بخير لاباس بخير الحمد لله كيدير مريم كيدير لاباس الحمد لله مزيان مريم دايره بحال يديو فريج مسيل يطيب معانا كيجي الراب ما فهمتش كتمشي نيويورك وكترجع واخا نبيل خويا هشام فيكتي انا جيت من الهي لا لا والله خويا الاشاعات اللي طلعوا راه تاع الزواج لا ما كاين حتى شي مشكل اشاعات هي دابا مريم انا بغيت نجاوب مريم وليك راك عارف كعارف ليماج ديالي مع ولادها مع راجلها وداكشي ما كنبغيش نخسرو عليها فهمتي حنا عارفينها كاملين متزوجه جوج مرات وعندها الابن ديالها انا شادي وفادي وحاجه كنعرفهم كاملين انا ديك النهار قلت اربعه تزويجات نقصي وحده علاش هذاك ما محسوبش ما كانش انا كنظن انك تعلمتي مره فهمتي سميتي ريحه الراب كلاسيك تشاسك شات لا صافي نايفيه ساهل الله يبيه ساهل ليدي اوف ريج تو غادر اش كديري في 2007 ان شاء الله وهشام مريم باقي كصحاب لها الراب ونايفيه عايشه بعد البيك فهمتي مع البيك الاشاعه الثانيه ديال زكريا قال لك انك كليتي في ذاك الجمعه كسكسو سهل عليك الله هو الخرطه كانت الخرطه فهمتي ذاك السكسو فهمتي كي عارف الاتجاه ديالو ماشي بحال الكامل مالكعبي اخويا زير واحد اش دير واحد القضيه اللي كتبوا صحاب يوتيوب قال لك اخويا مشيتي كدوز الباك كتشق شي يوتيوب فابون قصيق بهذاك اليوتيوب يوتيوب فهمتي سير لي داكشي اللي كيقول لا قال لك مشيتي تعاود نتفليكس فهمتي لوحونا في نتفليكس وشوفوا الناس كيقولوا كنتي مع غيتا في ميامي شكون غيتا مامصي انكرتيها صافي غيتا طويله لا لا داكشي ديال الطلون ما كاينش شفتي اخويا والله اخويا كنت مريض والله شنو كان دارك فتره النقاهه كنت ف ها شنو كان دارك اسمي كيفاش قلت لك سالت لي الحياه صعيبين انتما ما بغيتوش تامنوا بهادشي كانت الامور كان عنده مشاكل لا لا كان الصوت ديالو عيا امشيو اليوم اخويا الحلقه امشيو عند لي زانفيتي ديالنا بغيت نقربكم اكثر ماشي نتوما عارفين بغيت نقرب لي زوديتور اكثر من هاد الدراري انا صراحه ملي بداو الموفمون ديالهم وعاجبيني علاش فكروني في 1991 1992 في نيويورك واحد الكلين دارت تماك سميتها الووتانغ ووتانغ كلين ملي تخترعات كانوا فيها شي 9 ديال لي مومبر جابت فلسفه ديال الشرق والفلسفه ديال الحياه اليوميه وفلسفه الكونغ فو فيزيوناتها بالحياه اليوميه اللي كيعيشوا في نيويورك وحاولوا يديروا بزاف ديال الحوايج موسيقيا ولا اللي انفلونساو الدراري والجينيراسيونات اللي جاوا من موراهم موسيقيا ولا حتى في الحياه والستايل ديالهم وداروا بزاف ديال الحوايج اللي بصح خلاو لمسه وطابع خاص في نيويورك اليوم شفنا في المغرب ماشي اليوم زعما وليدات اللحظه ديال 2021 ولكن اليوم ملي حنا كنهضروا على هذا الموفمون اللي داز تقريبا دابا على 20 عام في امريكان كنستقبلوا واحد الكلين اخر اللي داير نفس الفيلم نفس الفيلينغ نفس لي زوبجيكتيف انه يحاول يجمع الماكسيموم ديال لي جون ويحاول يكادريهم في حياتهم موسيقيا وفنيا وقيلا عرفتوني على من كنهضر انا عرفنا كقاري ماشي شي حاجه عرفناكم رابي انا عرفت حيت كتبتي لينا في الجروب واتساب غنجيب والله اوكي 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 زكريا خصو يكون عارفهم لانه كنت انا زكريا موسيقى عنده في مصطفى قمر لا حشومة لا دربنا هذا الدرب ديالهم خرج من عندي الدرب ديالهم انا زعما كنحترم وريسبكت بجد الناس سباته والموفمون سباته لان تماك كان منبع ديال الراب فهمتي اللي غادي نهضر معاه اللي غنقول ليه الراب وهذا غنرجع معانا لواحد 15 17 20 عام وغادي نفكروه خويا في عافيه
في العواف واحد الدراري اللي فاش كنهضروا بالعافيه حنا كان واحد جروب سميتو كنجبدوا فلاما جروب سميتو راب دراوا الله هكا راه السميه ديالو بحالو كما اللي ما ندير فهمتي كيقولوا طلحه ما كيقولوا لي اوكي وتما كانت الموفمون في كازا ديال بصح كانوا كيتكلاشاو كيتبيفاو مع التوغان كرو والدراري ديال عين الشوق وكان واحد الموفمون ناضت في الحي المحمدي تما تسمات الاشام فيغاياس والمافيا سي فيغاياس هو الجروب الاول ديال ماستا دونك هاد السباته كانوا هزوا المشعل ديال بصح وبينوا كازا بالراب ديالها بالستيل ديالها وخصوصا في واحد الجردار اللي عنده استوار كبير خويا زردش هو الذهب اخويا زردش هو الذهب ما يمكنش ما تدوش من حدا داك القنص وتلقى الدراري كيفري ستايليو انت في معارف ما تدوش معنا دابا كدوش على الجردار حتى لا كاين الناس كانوا وصلوا عندكم فهمتي كنضرب سلطان سباته المدينه قديمه حي محمد جيتو لي سميناري والله حتى جيتو بقيتو بقيتو جيتو واري اسمينا حاسبه في معارف وشناهو انا فين محسوب على سبات حدا واخا واخا هو كيحسب تكلمين فهمتي هو كيحسب تاك مش شدو الصون تماك دوك الدراري سميه من حرف من سميه اللي كاينه كتنتمي لديك المنطقه ويزكري خويا انا رجع معاك بعدا لواحد الجروب ما دويتيش عليهم اخويا الدراري ديال درب سلطان كبرنا بالدراري ديال درب سلطان وجبدنا الدي اسكرو وجبدنا الدراري تاعي واحد الدري هشام كان كان ما كياكلش ولكن كيرابي والله كان ضعيف قليل في كياكل فهمتي دابا عذر لازم نايفيه كتعاك انت خليك في 2007 حنا دابا ندوي في 2000 ملي جبتو درب السلطان هاد المؤسسين انه والله الا بصح انشاقلو ما بين درب السلطان وسبات وهاد المؤسسين ديال هاد الكلاين اللي جايبينه وغادي نشدو به الصون ديال بصح في الراب اليوم حلقه هيب هوب 100% كانوا حتى في درب السلطان وكانت الموفمون في درب السلطان وكانوا جروبات في درب السلطان بيناتهم الجروب اللي كنت فيه قديم اللي كان ديالنا الدي اس كرو والله الا توحشنا داك الجروب والجروب تاع اكس سايد ما نساوش اكس سايد اللي كانت فيه دابا واحد الرابوز اللي سميتها طوندريس باقا كترابي لحد الان عرفتي فاش كتعيشوا كتبدوا الموفمون الهيب هوب والله حتى ضروري نعرفوا ليستواغ ديال الهيب هوب لا في المغرب لا في امريكان باش كيكون داك الشيء مترابط وكتحس بان عندك فهمتي راه ماشي بادي الراب من 2021 المغرب راه قديم حتى هو في هذا البلان المهم دابا قربتوا الدراري كثر درب السلطان سباته زيد 04 04 كازا جمع 04 سبيكات سبيكات انا الشكر لي والله ما ركزت واحد اش كتفقدوا والاول مره الاول مره على اذاعه ام اف ام وعلى كاع الاذاعات والتلفازات المغربيه غادي نستقبلوا المؤسسين ديال هاد الكلين وغادي نعرفوا بزاف الحوايج خالد قادر ادم سكيزو احمد حاجي مرحبا بكم اخويا كنشكركم بزاف على هاد الانيسياتيف وعلى هاد الفرصه اننا اوني لا بور سو بريزونتي سي لا بروميير فوا كون سو في ميدياتيزي بار اون ميديا وشكرا بزاف راديو ستون والام اف ام شكرا لكم شكرا لكم تنتوما شكرا اخويا خالد حتى نتوما اللي قبلتوا بالدعوه وداز الفيلينغ بيناتنا ماشي من دابا من مده صراحه والكومونيكاسيون زوينه ديالك تبارك الله عليك اخويا وبغينا نسولو كاول سؤال بغيناك تقرب الناس اللي كيتفرجوا فيكم الاول مره اللي ما عارفينش الموفمون اكثر غنحاولوا نقربوا لهم شكون هما سيبيكا بون فوالا سيبيكات سي واحد الكوميونيتي دي جون اللي كانت في الاول غير 3 بيرسون كان رضا اكسايد كان سكاريا مورو وكان يوسف هالعواف كان سميتها سيبي 4 كليك ابري زكريا مورو كان عنده هاد ليدي تاع سيبي 4 كليك اون تيت وكانت عنده فيها واحد الثقه كبيره ان واحد النهار غادي تولي شي حاجه ومشى لفرنسا و الى كومونسي الديليغ الى كومونسي بار فير سي 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 سون وبداش هذيك البيريود بدات كتكبر سيبي 4 ولات سيبي 4 غانغ من سيبي 4 كليك ولات سيبي 4 غانغ اي اونسويت ولات دابا سيبي 4 امبير اون 2021 الحمد لله CB4 c'est une communauté de jeunes qui fait bzaf les talents des artistes, des réalisateurs cinématographiques, des danseurs, ay talent ou ay واحد خما يكونش عنده talent يكون عنده واحد le sens de communication زوين ولا واحد l'encadrement زوين qui يكون معنا باش يسupporter des jeunes. حيت حنا في l'époque تاعنا ما كناش كنلقاو support كان هذيك الساعه لا كولتور تاع لي ميوزيك كانت ما مستقبلناش مزيان المغاربه وي انسويت احنا خدينا هاد الانيسياتيف باش نبداو نكبروا هاد الموفمون بسبب اترافير سيبي 4 غانغ اي واحد عنده لو طالون واي طالون كنسيبورتي وكنقولوا ليه مرحبا بك عندنا والكونسيبت عندنا حنا البرينسيپ كوني اون فامي خوت كنكملوا بعضياتنا حيت بيرسون ني بارفي مي سوفي داتر بارفي لان بور لوتر كومبليتي لي زوت حيت حنا دابا في البلاد عندنا المشاكل الدراري اي سون با بيان اورينتي كي تيغايا وكيمشيو للاجرام كيمشيو بزاف د الحوايج اللي خايبين حنا ونا بخي لينيسياتيف ان الدراري اللي عندهم لي طالون غنكادغيهم ونحطهم في لا بون فوا
باش يوليو دو بون بيرسون يوصلوا لوبجيكتيف تاعهم. باغ اكزومبل كتلقى دري دار اون ايغور مشى على الحبس غيخرج من الحبس ما خصناش نبقاو حنا ايكارتين وما عطينوش كنجيبو كيعرف يرابي كيعرف يصيب موسيقى شي حاجه كنحطوه سور لا بون فو باش ما يعاودش يوقع في الغلط وما يعاودش يمشي للحبس يدير حياته. سي سا لوبجيكتيف. سي في كات سي اون فامي لاي مونبر في هذيك لا فامي باغي نشوفو زوين وواصل. سي سا. شحال من مونبر دابا كاين دابا في سي في كات تقريبا؟ نقدر نقول لك البيبليك كيعرف واحد 2% تاع سي في كات ما كيعرفش بزاف. حنا حنا شكون كيعرف بيبليك دابا؟ بيبليك كيعرف شويه البروديكتور ادم سكيزو كيعرف احمد حجي كيعرف لينو تاع لي رابور ما كيعرفش بزاف. اما حنا راه كاينين دي ميتسا 98 بزاف بارتو موند عندنا دي فان بارتو موند وعندنا دي مونبر كي سون دا فامي بارتو موند وماشي غير الموسيقيين كاين دي ميتسا دي انجينيور دي دانسور دو تو لي باغي سوبورتي عنده برينسيپ انه يجي سوبورتي دوتر ناس ما عندهمش لي مويان لي مويان. مرحبا بي عندنا في سبيكا داكو. مرحبا واليوم كنستقبلوا واحد المولود صغير ديالكم واحد لو بروجي اللي ان شاء الله غيكبر بيبي صغير هو واحد الميكس تيب تحت الحراسه النظريه. يلا كنا غنبداو نصلاو على النبي يعني سمعنا واحد البيبي يلا غنبداو نكبروا داكشي هادشي ديال البيبي ديال مريم بعد من البيبي يا زوج ياك هاد الميكس تيب هاد الميكس تيب سي ليدي تاع زكريا مورو il a pris l'initiative galina voilà on va travailler une mixtape on hatou fa drari qui sont inconnus on dfaou ma atam le support on dfaou comme ça باش يمشيو لا بون فول اللي بغى يكون في سي بي 4 وعندو لي كريتير مرحبا اللي ما باغاش يكون في سي بي 4 مرحبا. حنا تحت الحراسه النظريه للميكستيب سي دي دوني ان غون كو دو بوس ولا ان كو دو ما لهاد لي جون اللي يلا طالعين سورتو ما معروفينش تحت الحراسه النظريه. نبي منين جات التسميه علاش التسميه بعدا تحت عرفت راه كيدخلوا فيها فهمتي بزاف ديال واو داكشي تحت الحراسه النظريه كان لو نون زكريا مورو اللي جابو و برينسيپ لا الكونسيبت تاع لو نون ان الدراري غيدوزوا في هذا الميكستيب يبقاو سو كارد افيو يعني واخا يمشي من سي بي 4 ولا يمشي لاي حنا غنبقاو ديما متبعين خاصو ستوديو خاصو بيت خاصو شي حاجه غنبقاو مكملين معاهم واخا ما يكون سي بي 4 يعني الي توجور اون كارد افيو دونك الحراسه النظريه ديالكم اه ما بقاش تحك في خرفاتك حجك كتفكر ياما تسيلون انت كيفاش كتفكر ياما تسيلون ما يصيفطنا هذا سوف سوف سويل ديك الزيبه شوف انا خليني ندوي مع خليل يقربني اكثر من لي ديتاي ديال كيفاش جات بعدا من الاول يعني ماشي غير انا زكريا جابه وقال لكم كذا شويه ديال الكواليس كيفاش تخدمات كيفاش جات هاد الميكس تيب فوالا واحد النهار صافي دابا نقولوا شي 4 mois بحال هكاك زكريا قال لي فوالا اون دو دوني كو دو ما دي جون انكون قلت لي مرحبا اون فا فير كومون شنو البلان داكسيون اللي كيبان قال لي اون فا فير اون ميكس تيب قلت لي كومون اون فا بروسيدي ا سا قال لي فوالا كين سكيزو سكيزو سي البروديكتور دو لا ميكس تيب سي لوي كي في الريك الميكس اي فيناليز لي انسترومون اي تو كين احمد حجي في لا رياليزاسيون دي كليب كين ريمو عبد الحكيم ريمو عبد الحكيم اللي ما كيعرفوش بزاف راه تيرش رش مزيكش ولاد الدرب لا 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 جاب مود جديد الراب الباتريمون ماروكان بالشعبي وهذاك الشيء تاع المغاربه هاد الناس اون سي مي داكور سور ان بلون بدينا خدامين كان اول تراك فاليدا وكانوا تاع دو مومبر تاع سي بي 4 اللي هما ام 9 موعد ام 9 ومهدي سليم كانز هادو دي مومبر اللي ما معروفينش بزاف قلنا هادو من الاولين غيكونوا في الميكس تيب ولي زوتر يكونوا اون دور سي بي 4 ماشي بالضروره يكونوا سي بي 4. Alors on a procédé à la sélection, les chansons, j'ai bzef le disque, bzef les talents. On a fait un petit filtre باش نخرجوا هادشي اللي كاين دابا. داكور دونك خليل الدراري اللي كتختاروا معاكم في السبيكات ماشي ضروري خاصو يكون خارج من الحبس ولا عنده شي مشكل ولا تقدروا يكونوا غير دراري عاديين الهوايه ديالهم كيرابيو عزيز عليهم الراب كيجيو كينضموا لكم للسبيكات ماشي بالشرط خاص يكون موراهم استواغ. اختي مريم حنا كاينين دراري بداو معنا ما كانوش مشاو للحبس كانوا كلين معنا دي باشولي معنا دي ليسونسي الدراري اللي قلتي لا كنهضر غير دي زانجينيور دابا الدراري اللي جبتي البروفيل تاعهم كاين اللي عنده ليسونس بروفيسيونيل تشد لا ليسونس بروفيسيونيل دار اون ايغور باش للحبس. دونك شنو هما المعايير اللي باش كتختاروا بهم الدراري؟ لا بروميير شوز لا بلو امبورطون اللي ضروريه عندنا هو كوني اون فامي لك تي غتدخل معانا خاصنا نكونوا حنا خوتك
يعني اون كومبليت لا نوتر ما يكونش بيناتنا الغدر يكون الصفه ما تكونش ليبوكريزي النفاق لا حنا كنعاونوا بعضياتنا باش كلشي يزيد لقدام سي ليا كلكان كي فغي ريكولينا نور انا با بيزوان سا لي كريتير باينين تاع تعلق تاع اوناد كلكو شوز كتعرف ديرها مرحبا بك عندنا جوست فراترنيتي سي بي 4 سي اون فان هادشي اللي كاين الدراري تيكون معاهم شي كتسنيو معاهم شي كونطرا شي حاجه الدراري اللي معنا دابا في لاميكستيب ما تبسينين معهم لا كونطرا لا والو الدراري سي ان سوبور هوكاك ما كتسناو منه حتى حاجه على باس سي بي 4 باش يعرف البوبليك هاد النقطه حنا ما عمرنا خدمنا مع شي واحد وناتوندون كلكو شوز حنا كنخسروا من عندنا ما كناخذوا والو اون فو ريان شي حنا اون فوا كيبان لك هذيك لا بيرسون وصلات هذاك لو سنتيمون راه بلاك هذاك الربح دابا اللي ما كيعرفش بحال سكيزو حجيس لي نوايو لي بروميير سي بي 4 اييه ان نوايو هما كوفونداتور لي ديكو فونداتور كانوا خدامي هاد الناس سا لوغ في بليزير دو فواغ شي واحد سيبورتا وصل اون فو ريان داكوغ خلينا نقدروا نقولوا بلي سي بي 4 دارت شي لابيل عندنا لابيل اوفيسيال دابا سي بي 4 ويس كيزوي زعما كاينه لابيل ديجا حاجه كان شاد اللي دي شحال هادي زعما ديال لابيل غير يلاه تقاد الوراق وتقاد العيب دابا اوفيسيال اوفيسيال الحمد لله يعني نقدر نهز وراقي ونجي نسلم معاه مرحبا في الكراج راني طالب الدراري يكتبوا لي شي لعيبه ولا هادي فهمتي واحد لو باس لوين لوين فري عليك لوين لا ماشي انا كنكتب الحجابات هو باغي لي يكتب لي الراب قول لي خليل شنو واحد فوا لي في سي في 4 امبير سي با جوست ان لابيل ميوزيكال سي اون بواط دو مانجمنت دونكادرمون سبورتيف اوسي Là, encore de faire des champions sportifs, des talents sportifs. Est-ce que je vous bzeft les talents sportifs qui d'ailleurs. Alors on a pris cette initiative aussi. Ce sera pas que musical, mais ce sera musical et sportif. Inch'Allah, on veut faire un travail associatif. CB4 comme une association. Je me donne dire le travail, le travail, le travail. On veut avancer vraiment. Tout ce qui est activé, pour changer, il y aura un changement. واحد سؤال في البرود ديال برود بيزنس ديال لا ميوزيك واش سي بي 4 كتفكر انها مثلا نيغوسي هاد الدراري هاد لي زارتيست اللي جايين نيغوسي دي كونطرا باغ اكزومبل مع شركات عالميه اللي معروفه على سبيل الذكر للحصر يونيفرسال ميوزيك سوني ولا كتقول لا برود 100% سي بي 4 حنا اللي غنتبناوه حنا اللي غنعاونوه حتى يوصل ديك الساعه الله يسهل عليه سي بي 4 ما عمرها كانت غادي دير شي حد لشي واحد حنا ما غاديش نتريطيو ليه اون فابا ما نقلبوش ليه على لابيل اخر غيجي يخدم معنا راه خدام معنا ولكن لو جوغ فاش كيبغي يدير بنادم ايشونجي لي زيدي يبدل لونتوراج يمشي كنقولوا ليه سير الله يسهل عليك وكنسوتينيه وهذا الشيء وقع دازوا عندنا ناس اللي وصلوا وبقينا كنسيبورتيوهم وبقينا معاهم بحال الخوت حنا ما عمرهم كيشوف منا بنادم العين دابا اللي بغيت نعرف اكثر واش ما خايفينش من نتائج تجي عكسيه وتريب داكشي اللي بناتو السي بي 4 مع الدراري الجداد خصوصا نتوما ما كتحكموش في تصرفات الفرد حيت بزاف ديال الهضره كدور كيقول لك وهذاك راه السي بي 4 وكاين راه ماشي السي بي 4 اللي قالت لي سير دير داك ستوري ولا سير ديك القضيه وهذه ما خايفينش من هاد القضيه كي برون با دو ريسك نورا ريا حنا كنبنيو وعارفين كاين احتمال تاع عندنا غادي يجي اللي غيبغي يريبنا غيجي كنبقاو عندنا ديك لا فولونتي قويه باش نكملوا وشحال با مال دو فوا عشنا دي سيتوياسيون اللي كنا غادي نطيحوا فيهم وكاينين دي بيرسون كي سون سي بي 4 كيديروا دي شوز اللي حنا ما كنتحملوش مسؤوليتهم حيت كل اكت كيديرها شي بيرسون راه هو اللي كيتحمل مسؤوليته حنا شي حاجه كيديرها واحد فرد بيرسون غلط اللي كيدير الذنب كيستاهل العقوبه وكتكومونيكيو مع دابا حنا ما مشيوش كاع لذاك الغلط الخايف فهمتي مشيو اغلاط بسيطه مثلا دابا سيده مرا كبيره ولا راجل كيتفرج فينا دابا في هذه الحلقه عارف باللي ولدو عنده موهبه وكيدير الراب عجبو الحال وكيقول اها نز ولدي وندي عند هاد الناس فاهمين في الدومين مزيان وعارفين وغيعاونوه اكثر حسن ما غيبقى ما عارف ما يدير واش غتقدروا تحكموا حتى في تصرفاته مثلا كتوريوه ماشي تحكموا غير توريوه ما تسطوريش هنا ما تريحش هنا ما ديرش هنا ولا كيبقى النصائح ديالكم فنيه صافي كتنصحوا على حساب كاخوك فهمتي حداجا معاك في لا فامي ديالك ولا عيب الا ما درتش حاجه راه كي اسومي كتحاول تجبي ليه بعد الاول
les décisions là la personne qui les prend حنا راه كنعطيهم لي كونساي هو كيدير اون ديسيزيون راه كيجيو دي كونسيكونس راه فاش كيشوف لي كونسيكونس راه كيتعلم راه حيتاش مزيان راه كتخدموا واحد الحاجه واعره وعلاش هذا السؤال علاش كنطرحوا حيتاش راه كنلعبوا في الشهره راه ما ساهلاش تكون انت عادي كتخرج تراك كدوز 3 ايام كيضرب 3 المليون كتولي معروف مشهور كلشي باغي يدير معاك انترفيو كلشي باغي يخرج معاك ما ساهلاش الدري كيكون عنده 17 20 عام ما كيكونش موجد لهذا الشيء نفسيا كيتلف لا ما لقاش خوتو لا فامي اللي غتنصحو توريه تقول ليه لا عندك هذاك الطريق راه ما غتخرجكش عندنا دي زيكسبيريونس فهمتوا بحال الخوت الكبار عندك هذا زعما ما درنا والو وهي قضيه ناجحه انك تكاد غير دو ا زد ما كتحاولش زعما تفكروا ان من هنا قدام اوكي انت كدير مزيان ولكن لا خصك تفرض عليه هادشي بكونطرا ان مثلا لي ستوري ديالو وحياته الخاصه هادشي كنشوفو في امريكا اون بليس كو فامي كون بات دو برودكسيون يعني اون فا با ما بريفيوش بنادم كلكو ليبرتي كنقولو ليه راه سا سي با فيزابل سا سي با فيزابل لا درتي راه غتحمل المسؤوليه ولكن دوتخ شوز فين باغي يمشي ولا فين باغي يدير ما نقدرش ماشي ما نقدروش ما كنخليهم ليبر اون اي با اون بات دو برودكسيون دو فري تيرم حنا اون اون فامي هذا هو لو فري تيرم حنا اون اون فامي يعني الدري فاش خاصك يعني واخا يغلط غتبقى معاه غير غلط راه لا فوت الغلط اوما ايغ سي اوما اي غلط المره الاولى وكما يعاودش الغلط جوج مرات جوج مرات ان اكسبتابل جوج مرات كيخرج من سي بي 4 بحال الكرش تاع الواليده تاعك لا خرجتي منا ما تعاودش تدخل هذا قانون دايرينو تخرج من سي بي 4 ما تعاودش تدخل لها اوكي نرجعوا للالبوم كيفاش جا الاختيار ديال الاغاني لي سوجي ديال الالبوم تاع الميكستيب ميكستيب ما كاينش سوجي ميكستيب غير الدراري كي بريزونتاو داكشي ديالو كنتلاقاو مع الدراري بحال بار اكزومبل الدوخه نعطيو اكزومبل تاع الدوخه ولا الام سولو الدوخه كان داز في دي باساج فري ستايل واحد النهار زكريا صيفط لي قال لي واحد الدري فوالا وبارطاجا في ستوري جيت تلاقيت مع الدوخه سمعنا اللعيبات اللي عنده ديريكتومون لايف عجبنا تراك صيفطنا لزكريا فاليدا سجلنا ام سولو كان كيخدم مع الدراري جينا شفناه تلاقيت معاه سمعنا تراك صيفطنا لزكريا فاليده لا سيليكسيون كدوز اترافير حنا كنشوفوا الدراري كنعزلوا شي تراك ولا فاليداسيون سي زكريا دو فير سي لوي كي برون لا ديسيزيون برافو برافو الدراري برافو غندير واحد بوز موزيكال باختيار موسيقي اللي تختاروه نتوما وغندير واحد اختيار ديال الراب تاع هو اللي نختاروه حنايا شنو كتختاروا لينا موسيقيا ما كرهناش نسمعوا التراك تاع مورو هولا اولا مورو وغادي نسمعوا معاه من مورا ديريكتومون تراك ديال تشوباك اولا زومي تا هو شدوا به السون على اذاعات اف السون الجمعه السبت والحد مع الخمسة ديال العشيه موسقين باحكين وشادين السون على ام اف ام وباقي نشدي معكم السون في السون على اذاعات ام اف ام مع سي بي كا زكريا راه فرحان اليوم وي صحيح ال شي حزب الانتماء انتي ما فرحاناش السبيكات ما كتعنيش اسبات للاشاره السبيكات باش كنصحوا دابا في هذه الحلقه المعلومات الكثيره صح حنا في البارتي الاولى ديال الانترفيو ان السبيكات كلين عندها علاقه بالموسيقى والسبور ما عندها علاقه بحتى شي حاجه تصرفات فرديه اللي كتخرج على الصوره ديال الجروب ما عندهم علاقه بداك الشيء هما كيتكونسونطراو على الدراري كيرابيو يحاولوا يديروا سبور ويعمروا دماغهم بحوايج اللي تنفعهم وهاد القضيه مزيانه بزاف لان اليوم اول مره السبيكات غادي يكونوا شي منبر اعلامي باش يبينوا هاد الشيء دابا نعاود نصحح واحد المعلومه اخرى السبيكات ما عندهاش علاقه بسباته بحد ذاتها ولا بدرب السلطان فهي المغرب كامل وقفنا في لا برودكسيون ميوزيكال وقفنا في الانسبيراسيون وقفنا مع ادم سكيزو ودابا وصلت قيشه اللي كتعجبني انا بزاف هضر لي يا خويا على دوك البرود هضر لي على البلانات ديالك انت بالضبط وغادي نجبدوا واحد لارتيست لي زعما انا فرحت فاش تلاقيت ريمو نهضروا بعدا مع ادم سكيزو قربنا اكثر ادم سكيزو البرود ادم سكيزو شوف خذ راحتك حنا مريحين استوديو عندك فهمتي كنا كنسمعوا غير سكيزو انا خلصت الكواليس قلت لا انا باقي مزيان قلت لهم والله ما غيبقاو مزيرين هذا الشيء غنحيدوه خذ راحتك صافي مطلوخين هرو طلق لي شي بيت ديال سكيزو ادم سكيزو شكون هو ادم سكيزو 26 عام
كوفونداتور سبيكات غانغ. كيفاش دخلتي الموسيقى؟ كيفاش دخلتي لها؟ كيفاش كيفاش حليتي بديتي بإف إل ولا بالريزن باش كتصيب؟ يا خويا زيد الدومين باش كتصيب مزيكتك إف إل. كيفاش حليتي داك اللوجيسيال داك توتا؟ كيفاش كانوا يجرو عليا من السعودي؟ ها شي سعودي على السعودي وجرو عليا من خلي الميكرو قريب لك. كنت دخلت لواحد السعودي وما يجرو عليا من علاش بحالي بحالكم شنو ما عرفتش علاش دخلت انا غير غنشوف فهمتي لك ما وريتهم شي حاجه ما عرفتش مازال ما كاين والو ديك قص وريني انا شي حاجه ما كنعرف والو لا غير ما تاكوش فيه دخلت غنشوف دخلتي غير تكتشف العالم ديال السعودي دخلت غنشوف السعودي كي داير اها وقول لهم اللي غير رابي يبقى واللي ما يرابيش يخرج خليك قريب ميكرو اللي غير رابي يبقى واللي ما يرابيش يخرج داك السعودي انا الواحد اللي ما كندير حتى شي حاجه فهمتي زي ما الدراري شي حاجه شي زيد انا متاكد داك السعودي ما كاينش في ضرب السلطه لا ما كاينش ضرب السلطه حيت شي حاجه يقدر يعاود لكم على واحد السعودي وكان فيه شي 6 مترو لا جيت السعودي كاين 6 مترو لك 6 مترو مقسومه على النص النص الثاني شنو فيه فيه لا في لي بوتيك لك ما فيه ديك العيبه ديال انا باش نقول لك انا اللي عارف حجه دابا غيقصد اللي عارف انا كنستوديو لا السده ديال واحد السيد الله يذكره بخير انا عارفينه ولكن الله يذكره بخير الله يرحم الصوره ديالو المستضيف هذيك اللي كيبقى يس و3 متر كيكونوا فيها 80 واحد المهم صورنا فيها كليب هذا هو المهم شنو درتو ما درتش فيها صور درتو سيلفي ولا شوف كليب ما عرفناش كيفاش دار كانوا الناس حاضرين هو اللي هو اللي صايبو هو الرياليزاتور صاحبي باقي صغير صاحبي سبحان الله والله اللي فيه شي فيس كيفي الله يعفو عليك من الرياليزاتور تبارك الله عليك حجي مزال نعرف اكثر نمشيو عند سكيزو ونتقربوا اكثر دونك جرو عليك من الاستوديو قلتي اجي اشنو كيدير هذا علاش يجري عليا اشنو كيدير كاع بقات في كذاك اشنو كيدير قلتي ندير دخلت شفت داكشي اللي كيدير بديتي كتريني راسك ديش كنت تعلم كل شيء راسي كمشي سيبر كنت أشارج فيديوهات كنزيد الدار كم قنت تعلم ديك الوقيته كان واش حالة ديش عشي كنت تلي شارجي براكسر مشي 12 عام واو اه شار مشي 12 عام تلي شارجي تي وقت دك إيميول اي دانكي اه بالك كان راسه زوين شارع ياما كان راسه واش نوع أول تراك صوبتي يا سكيزو أول تراك أول تراك كومبوزيشن ونيش كومبوزيشن مور ما تلاحش علاش كان ما تلاحش حيت كان توضر لي بروجي مزيان صحاب لا بداية موفقة جاوب عليك وتلبسي بروجي مزيان لا خذ ميكرو تا هو طرا لي خالد ديك القضية وانا متأكد ان تا شديتي فراس وقلتي لي انا شطرا عاد تعلمتي دير كونترول اس كدير شي حاجه سميتها كونترول اس نيشان هذيك دابا ولات فهمتي طرات لك ان ما درتيش اي حاجه كندير كونترول اس دابا ضروري تفغارد كان اول تراك تاع سكيزو مع سي بي 4 كان مع دوماج مع مورو وهذيك ليبوك سكيزو ما عندوش بعدا حتى سنين بزاف في الدومين ولكن عنده لو طالون فاش شاف زكريا يسمعو انا ديك الساعه ما كنعرف سكيزو كيهضر مع زكريا باغ كوم كان ديك زكريا الله جا من فرنسا كيقول لي راه حد الدري غنتلاقاو معاه سميتو ادم صغير ديجا كانوا كومبوزينا تراكات ودرنا تراكات غير هما ما كانوش مازال ما تلاحوش ولكن صافي فاش جا زكريا نيشان فرنسا ريحنا كان جا عندي العيباش ريحنا في دار ريحنا في دار خالد هيبو ريحنا جباس ديالي ماطوس العيباش راه واحد القضيه ماشي كومبوزي انا كومبوزي ومورو كيكتب في التراك ما صرتش لواحد القضيه والله فهمتها 12 عام بديتي انت هاد القضيه دابا عمرك كانت عندك 14 عام وانت كدير واو سكيزو 14 عام في معالي باش كنتو كدير علاش تكتونيك ديك الساعه كندورو سكيزو اول مره فاش كان يلاه شفناه كيبان لك صغير فلاش الدراري حقروه سان سيرمون انا كنقولها ليه باش حقروه ولكن اون فوا خدم بيسي حتى كيطلق في لي بيت تري تري طالونتيو صافي كيما نقول سكيزو غير فاهم مزيان دوك لي بيت ميكر بعدا كيكونوا الصاط شي حويز زعما ساكر الروابا فهمتي خويا عافاك شي بيت من غير السي في كات اضرب معاك دوك شي ان ستريف 60 درهم اضرب معاك كنت المهم واحد الرابر بلا ما نجبدو سميت بلا ما نجبدو سميت من طبيعه الحال اللي هو نبيل باش ما تقلقش علينا ام سي ملي قلت لي خلصني في بلود ويبلوكين شنو كيتحاولوا كيصدقوهم ما عرفتش اخويا بحالي بحال لا فريمون هذا مشكل كبير هذا لي بيت ميكر والناس اللي كيجي ماشي غير عندي انا راه لا بلي بار ديال لي بيت ميكر في المغرب بحال هكا البروبليم كاين لي بار ديالهم كاين بحال هكا لي بيت ميكر والناس اللي كي ارونجيو ميكسيو ما كياخذوش فلوسهم
كيخدم معاهم الارتيست انا بعدا عشت مع بزاف راه بلا ما نذكروا الاسماء تاعهم كيخدم مع كومبوزيتور كيخدم معاه 3 ايام 4 ايام ديال الخدمه كنقول لك واو كومبوزي معاه شي جلي عاود هذيك يجي عندك حتى هو صافي كتقول راه خدمنا ضربنا تما راه كاينه شي حاجه ما عندكمش لافونس وداك الشيء ديال دابا سكيزو شويه انا راه يطلع تراك انا يطلع تراك ناخذ فلوس تصبيق يطلع تراك تراك توندونس واو تراك توندونس راه ناخذ فلوس لي مليون دي والو كيقول لك توندونس زعما اش بغيتيك جرا صافي الارتيست الارتيست نهار الاول فاش كيجي عند الكومبوزيتور كيجيب وجه خويا حبيبي كي اون فوا كيخدي غرادو اون فوا ياخذ يا اما لاسترومون ولا ياخذ بروجي فينال تميكس او هادي يقدر يدفع لك التليفون واو داكشي علاش كنبغوا نعيطوا لهم كنلقاو نبدلوا النمره ماشي معانا وراه مع شي بروديكتور الله يسمح لهم بزاف الارتيست اللي معروفين بلا ما نسميهم كلاو بزاف الناس اللي باقي ما معروفينش في رزقهم سكيزو خدمتي مع روابا اللي معروفين بزاف وتبارك الله سميتي كلنا كنسمعوها بزاف قبل ما يطلع شي تيتر ضروري ما كنسمعوا سكيزو بيت واش هذا كان هو الهدف ديالك انك توصل ليه شنو هما لي بروجي ديالك الحمد لله الحمد لله ديالك القديمه ان شاء الله ان شاء الله كنوجد فواحد لوبي ديالي ديال لي زارتيست ان شاء الله الا ما بغيتيش تقول سميتها نقول انا راه عارف مصطلح الشهير ديال الروابا فيها اخونا وحبيبنا فيها مورو نورمال وفيت مع فيها البلاش بصح مع رابور دير بالبالا هشام ديروا فاصل صافي بحالك طلع جينيريك اخويا دي اس تي انا ساكت صافي عاودينا عليها يلا عاودينا عليها بصفه عام فكره ديالها عامين خدام في هذا شي دو زون دابا ولكن دابا خدام كنفيناليزي في التراكاش واللعيبات اللي غيتلاحوا هاد الصيف ان شاء الله يكون ديال هاد القضيه راه زوينه بزاف وتاهي خصها ترجع عند البروديوسر والبيت ميكرز في المغرب هاد القضيه تاهي في نيويورك اليوم الدراري داونا للاست كوست ديال الميريكان كان واحد دي جي معروف بزاف دي جي بريمير جروب ديالو غانغستر ملي كيسالي مع غورو اللي مات كان كيسالي معاه كيمشي يجمع الروابا اللي معروفين في نيويورك كيصايب لهم دي كوبيلاسيون برافو عليك فكره في لا كولتور برافو برافو وصراحه مكرات زعما كون كان ريمو لكن خالد عاود لي شويه على ريمو حتى هو الكونسيبت ديالو معاكم في السيبيكات باش نرجعوا للميكس تيب حتى هو الكونسيبت ديالو في الميكس تيب خدام حتى معاكم شي برود ريمو حيت لابليبار ديال البرود ديال الميكس تيب راه باير ريمو ياك لابليبار ديالو خدام انت هو نورمال مخدوم في البرود وانا خدمت في الميكس ماستر دونك جوج اللي كاينين في انت وريمو اوكي ريمو سي بلوتو برود كومبوزيسيون وي سكيزو سي برود كومبوزيسيون ميكساج لانجيسون لي تروك لا بلوبار تاع التراكات اللي كاينين في ميكس تيب لا برود تاع ريمو فيناليزاسيون الميكس والريك والارانجمون هذاك سي سكيزو ومزيان يكونوا جوج متكاملين حيت خصوصا ريمو واحد اللي كتفاهم معاه عندك واحد النوطه انت وريمو اللي تفهموها بارفو في الميكس كيكون هذاك الكيك كيقول لك ما بغيتش يبان فيه الباص حيت ماشي السيل ديالي واحد ما فهمش مع البروديوسر راه كيخربق ليه الموسيقى ديالو برافو عليكم برافو واش نسمعوا له في الزنقه غادي نطلعوا ولا تقدر تدخل الديور تقدر تدخل الديور تقدر تدخل الديور ماشي غير طرا غادي يدخلوا الديور بزاف الديور الا كانوا داركم كول تقدر دابا الميكس تيب ما قلناش للدراري تعطيني حنا ما خديناش الديريكسيون كامله في الميكس تيب فهمتي الديريكسيون ارتستيك ما خديناهاش خلينا الدراري يديروا داكشي اللي بغا ما راه قلت لك قبيله فهمتي عطانا غير ديك البوس اللي خاص لاي رابر باش يبانو بالاول كاينين دراري عطاو بروجيات كلين يدخلوا للدار يسمعهم اي واحد كاينين دراري عطاو بروجيات اندرغراوند تاع الزنقه ديال تسمعهم مع طلع الدار واش ضروري زعما من تخسر الهضره والرسائل اللي وصلوا بحال هكا حيت بزاف ديال الدراري الصغار كنهضر انا وياك سانسيرم هذا سي ان لارغو كنخدموا به حنا في حياتنا اليوميه راه كتكون مريح مع والديك ودربكم كاملين كيهضروا حنا لكن هضروا بهذاك اللونغاج باش ينوتيفيو الناس ويحاولوا يبدلوا هذاك المعيشه اللي كنعيشوا حنا بهذاك الشيء
ولكن ملي كتكون انت ارتيست ولا شي حاجه راه كتانفلونسي الدراري الصغار يعني بزاف ديال واحد ديال 13 14 15 عام حنا ما كنعرفوش حتى واحد حنا كنقولوا لك الواقع كيدير لك انت كتريزوني غادي تاخذ البينيفيك وتاوريونتا مزيان ماشي الارتيست راه ما كيقولش لك سير الحبس كيقولش لك كيقول لك راه درت الغلط باش يعني ريزوني فكر حلل راه داك الشيء ما خدامش ماشي الارتيست ماشي النافقه كنبدا نقول لك لغه الخاشه ماشي الارتيست اللي كي انفلونسي انا ديجا الزنقه كي انفلونسي كلشي انا حسن واحد واحد غير باش نوضحوا عاوتاني حتى واحد النقطه مزيان هذاك السؤال اللي سولته زكريا شكرا ليك هو ان دابا سي في 4 ماشي ارتيست واحد بزاف ديال لي زارتيست يعني قال كاين في هذا الميكس تيب موسيقى اللي كاين اللي غتدخل ديور كاين اللي غتدخل ديور هنا كيبقى اختيار ديال الارتيست يعني غادي نشوفوا واحد الروبورتاج ومازال هذوك لي زارتيست نستقبلوهم ان شاء الله في حلقات قادمه اللي غادي نديطايو كل واحد علاش الاختيار ديالو علاش الراب ديالك كلين وعلاش الراب ديالك انت ادفيسوري ماشي كلين وهاد القضيه راه طاريه زعما في العالم وفي لاكولتور بدات بحال هكا داكشي علاش كتلقاو ما بين الراب كونسيون والهارد كور والغانغستر راب كتلقى بزاف ديال لي ستيل وكل واحد واشنو كتلقى الفيزيون فهمتي الفيزيون ديال الارتيست كي داير حيت حنا كنخافوا على نبيل مثلا سمع شي حاجه يقول لك قدام دارهم انا حتى انا حتى الدراري خسروا الهضره والدري طايز زعما يقدر يسمع يطلع مع الدار فهمتيني زعما العام راه كيخسر الهضره نقول لكم نعاود لكم واحد الواقع هذا وقع واحد الدري جا عندنا هو الوالد تاعه فان كيهضر معنا على ولدو كيسمع تخسر الهضره وهادي وهادي ويقول لنا اترافير لا ميوزيك تاعكم قدرت انني نتابخوشا من ولدي وليت فاش كنسمع مع الراب وكنهضر معاه بهذيك الراب وليت قريب من ولدي كثر فهمتيني اش بغيت يعني راه سي با الميوزيك اللي غادي تانفلونسي بنادم خاصك تكون واحد لي شوا تاعو هما اللي كلشي يلفو بيان شوازير يلفو بيان ديسي شحال شحال كلفكم هاد الميكس تاعو هذا قلت لي لغه الخشب معيده ما عندناش انا لغه شوف لغه الحديد حنا البيوجي حنا خدمنا في سبيكات من نهار خدامين كان انفيستيو فلوس ما كنتسناوش شي واحد يعطينا شي حاجه حنا خاسرين بزاف الفلوس ما خايدين والو وكدير واحد الدراسه هذا الميكس تيب غادي يكلف كذا وكذا كان شوف حنا لوبجيكتيف عندنا كون ان بيو رياليزي كلكو سوا لو بري غنرياليزيو فهمتيني ميكس تيب خدامين دابا بالموا موان 10 ولكن بارفوا كيجيوك دي مومون خاصك دير الحمد لله لي ستوديو عندنا عندنا البروديكتور رياليزاتور احمد حجي اوناتو بوكو اون في باس دونك البرود تحيدات بواحد النسبه كبيره من الستوديو اللي كانوا كان كاين ستوديو فني بيغ اب ستوديو فني اللي كيخدم وكيسيبورتي الدراري وكاين ستوديو تاع الووتس ريكوردز تا هو بيغ اب اليوم اللي خدامين معنا في سبيكات داكوغ تحيه للدراري تحيه لاي واحد كيسيبورتي الموفمون مريم داكوغ شكون هما الناس اللي تيفاليديو تراك بتراك هذا الميكس تيب بون كانت لا سيليكسيون صعيبه حيت كانوا بزاف بزاف ديال الدراري اللي كانوا اللي بروبوزاو اللي تبروبوزاو التراكات ديالهم دونك راه مع زلنا هاد الدراري اللي كاينين دابا راه تدازو بزاف ديال التراك واه كتبقاو تسمعوا اغنيه باغنيه كل وحده نورمال كتصيبها وكتخدم عليها وفي الاخر ولا كيصيفط لك دابا الفاليداسيون دي فوا كتكون ماشي بالضروره على حساب الديسك فهمتي ماشي نجيو نسمعوا الديسك ديالك صافي زوين غنفاليديو فهمتي شنو المعايير كيفاش تكتبها دي فوا كنشوفوا لا بيرسون واش باغا داك واش خاص هذاك فهمتي محتاج انا حنا ولا لا خاص اللي يعاونها ولا لا كاينين بزاف ديال الناس فهمتي اللي تنعرفوهم واللي قراب لينا بزاف ولكن ماشي بالضروره غنعاونوهم علاش كل ما محتاجش ما محتاجش ما عنده لي مويان ديالو حنا داك لو بروفيل اللي غنقدروا نخدموا عليه فهمتي خصك يكون عندك خصك تكون طالونتيو فهمتي راه هذه اول حاجه خصك تكون وما عندكش السيبور تكون يلا محتاج حنا في الميكس تيب كاين واحد الكريتير دي زانكون ما عارفهمش بنادم ما تقدر تقام معنا في ميكس تيب دراري ما عمرهم لح اول تراك تاعهم في كارير هو هذا دونك كل تراك كيجي عندكم ديال شي واحد كتعرفوا بعدا كاين مولاه وكتعرفوا شنو كاين من مورا هذا الشيء دابا كنشوفوا شنو كاين عندنا في الدراري لا نوفيل كنلقاو في انستغرام كنتلاقاو مع دراري كيجي عندي كيقول لي واحد احد الدري ودربنا كنقول ليه صيفط لي لي بريز دو سون اوكي كنسمعوا لي بريز دو سون لا ميوزيك سي ان فيلينغ سي كيكون هذاك الفيلين كيتوشيك كتمشي تشوفو كتقدر بلا ميوزيك كتشوف الدري لا سيتوياسيون تاعو كتوشيك الى فيلين كتمشي كتريح معاه كتريح معاه لا بلوبار تاع التراكات اللي تفاليداو لا
عطيك واحد بورسنتاج تاع 70% 70% اللي تفاليدات شفت تراك لايف لعبوا ليا لايف ما كاين لا استريمون لا والو كنقول ليه عطاني تراك كيعطيني كيدوز فيني كيبان ليا تراك صافي اون بروسيد كنرياليزي وكنصيفطو لزكريا فاليدي كيسكيزو زكريا كيفاليدي دونك خدمه دونك فاليدي دونك فاليداسيون سيليكسيون راه كانت انا بعدا دوزت سوق على شي 130 تراك واه شي تقريبا شي 130 تراك اللي سمعت بزاف ستيلات وصراحه من هذا المنبر كاع الدراري اللي سمعت ايزون بوتونسييل لما تفاليديوش في لاميك ستيب راه كاين الفوليوم 2 كاين فوليوم 3 كاين مازال خير جاينا السؤال جاينا السؤال غادي نسولوه باش نتعمقوا فيه اكثر ولكن من بعد واحد البوز ميوزيكال لا نختاروا واحد الاغنيه من الاختيار ديالكم احمد حجي جات معكم اغنيه صح اصلا احمد حجي سميده مغني والله في بزاف ديال الموسيقى عندي في راسي قول لنا قول قول شي حاجه قريبه لك عزيز عليك مزكنا كاملين انت مزكوك دونك مزكنا هي مات الاستوديو شنو سميتو واحد الديسك ديال الفنير ماشي لا ديال اش كيم اش بارك قديم قديم ولا قديم قديم فمو هذاك هداو لا 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 من انا ما قلتش لا من انا نا ديال نا بركه بركه وي 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 تراك قديم تا هو بركه اش كاين ونقترح حتى الدراري دابا اللي كيتصنتوا جيسبر يمشيو يقلبوا على هذا الارتيست اللي نقترح يتصنتوا ليه تا هو باش يفيدهم شويه في الموفمون هذا واحد الارتيست سميتو كاريس وان عنده واحد التراك سميتو 9 اليمنت فالتراك ديال 9 اليمنت كيشرح لهم الهيب هوب شنو هو انه كيتكون من تسعه الاركان وام سينغ دي جينغ ستريت كيجبد لهم البلان كامل كاريس وان 9 اليمنت اش كاين بركه نشدوا بها السونه الاذاعه ام اف سون الجمعه السبت والحد مع الخمسه ديال العشيه موسقين باحكين وشادين السون على ام اف ام وباقي نشادين السون على اذاعه ام اف ام مع سي بي كو وصلنا لواحد القضيه واحد السؤال اللي قلنا نجاوبوا عليه ورا البوز اللي درنا بغينا نعرفوا الميكس تيب واش غتكون موسمية يعني كل عام تخرج إديسيون ولا غير على حساب المود إلى الموف مو طالعة غادي نديروها مرة في عام قضية هابطة مرة في عامين على حساب المود تقدر تكون مرة في 6 شهور كاع كاع بالنسبة للميكستيب دابا كاين الفوليوم أ هو هذا تحت الحراسة النظرية غيكون فوليوم 2 فوليوم 3 فوليوم 4 حيت السيبور ما عمرو غيسال غنبقاو نسيبورتيو ديما الناس اللي يلاه بعدين ما معروفينش غتكون هاد الميكس تيب ليهم سبيسيالمون اون إيديسيون باش يتعرفوا فيها وغيبقاو ديما 8 ولا غادي تزادوا أو ديبي كنا باغيين نديرو 14 تراك وي تبدل البلان ولاو 8 تراكات و لو 9ييم ان بونوس اللي غيكون في واحد الستيل مختلف غيجمع كاع لي زارتيست واخا دابا دري صغير كيتصنط ولا دريه صغيره كتصنط كتفرج فيكم بغات تشارك بغات تبارطاجي معاكم هاد الفيلينغ ديالها كيفاش غدير في لي زيديسيون اللي جايين خاصو يكونتاكتي واحد من لي مونبر تاع سي بي كات يسكيزو يا حجي يا انا يا مورو اوكي ويكونتاكتيهم في انستغرام انستغرام واتساب يحاول بعدا بوغ نو راه لي نيميرو تاعنا يسون ديسبونيبل كيدخل بنادم كيلقاهم كيتصل بينا وي صيفط اون بريز دو سون ولا يجي يتلاقى معانا سي لي تالونتيو على الراس والعين افيك بليزير داكور شنو شكون الفريق اللي خدام في هذا المكسيب ادم سكيزو اوكي احمد حجي ريمو نفس الفريق عبد الحكيم ريمو زكريا مورو سي لوي كي ديسيد كاين انا عبد المذنب خالد هيبو وكاينين دوتغ جون كيخدموا في اللوجيستيك اللي ما معروفينش حس كاينين بزاف الناس كاين عند في الترونسبور كاين اللي في الاستوديو معنا استوديو فني معنا استوديو ووتس ريكوردز في هذا البروجي كاين بزاف بزاف تاع الناس المهم كلشي منا فهمتي واخا كلشي ديالنا كلشي من عندنا نتوما اللي كلشي هذا المهم ما كنمشيوش عند شي واحد باش ناخذ من عنده شي حاجه الا ما كانش معانا دونك يعني الا كان شي حاجه راه ديالنا فهمتي دونك القضيه اللي غنبغوا نعرفوا دابا اكثر حيت هي غادي تبدا خارجه نبغوا نعرفوها معاك ياك واه يا خويا التسويق ديال الالبوم شنو الخطه ديالكم باش تسوقوا الميكس تيب هادي عندو مع احمد حجي تاعك ولا سير اخويا دابا على حسب التسويق شنو اللي نشوف التسويق تروجوا الالبوم الترويج ديال الالبوم واش تسنى الفراشه باين ديجيتال دابا 2020 نمشيو نقدر نقول لك حنا بدينا من والو فهمتي النهار الاول فاش تلاقينا كنا كان البوبليك فهمتي ما كانش كيعرفنا كان السبكات كانت كيف ما قلت لك مي
بقوه الخدمه وما حدك كتخدم وكتخرج لي برودوي كتلقى واحد الفيدباك من داك الناس. يعني داك الفيدباك ديال الناس هو بحال قلتي هو هو اللعيبه اللي كنعتمدوا عليها حنا. الجمهور هو اللي كتلوح كتلوح الديسك في الديجيتال كتلوحوا في يوتيوب وكما على الله. واش غادي تخرج في دقه ولا غتخرج مفرقه؟ نورمالمون غتخرج مفرقه. ديجا خرج خرج دوخه. انا دايخ انا دايخ انا دايخ انا دايخ انا دايخ. وعلى حساب الريحه ديال السكوبات اللي عندي انها غتخرج كل تراك في كليب نورمال ياك. دونك هذا بلان ما ساهلش عاوتاني وانت اللي مكلف الكليب. هذا هو لوبجيكتيف عاوتاني. هادشي راه ماشي يلاه غيبدا نورمالمون. هادشي راه بدا في 2016 نورمال 2016 2015 فاش تلاقينا فاش تلاقيت انا ومورو وداك الشيء زعما لوبجيكتيف هو هذا. خاصو يعاود لكم كيفاش تلاقى مع مورو. لقاء كادي انت نوبتك اش غنقول لك ما جرى عليك حتى واحد. انت من اش كذاب انا اخويا كنت خدام بخير شاد الصرف داير. انا في الاوديو فيزيال كناخذ منه فهمتي عارف واحد النهار 30000 درهم في الشهر ما نقولوهاش حنا الناس زلتي هادي صافي تتخلاها. واحد الدراري ولاد المكان كنسمع شي حاجه في الطوموبيل في الاول ما فهمتي ما قلت هذا ماشي الستيل ديالي هذا وزعما كنسمع الراب ولكن كان حتى انا عاقل على الستيلات ديالي. واحد الوقيته انا ندخل للدار دخلت نسمع مور فهمتي هو السيد اللي كنا كنسمعو في الطوموبيل ما كنعرفوش. دخلت بديت كنقول شنو كيقول هذا السيد هذا زعما داكشي اللي تيقول راه بصح واحد اللعيبه اللي انا ما عمرني ما سمعتها في الراب مغربي. انا تراك سمعتي انا شنو هو ديال اللي فيه الديب تيجري ليريكس فيديو ليريكس صبر رسالة صبر رسالة شوف صبر رسالة راه واحد فهمتي واحد اللعيبه اللي خصك تسمع باش تحس بداكشي. ما علينا داز فهمتي واحد نقدر نعطيك واحد ما كملاتش عام غير خرج لك ستاليونيز الالبوم ديالو فين غادي نعرف مورو مزيان انا. يعني نخرج داك الالبوم باغي ناخذو انا من المغرب باغي نشريه. تنسول ما كاين السيديات كاين مليوح في لابل ستور. قلت واه ارتيست مغربي واصل كيلو حتى دي جي هادشي راه شحال في 2015 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 بغيت ندوز البيمون ما بغاش يدوز ليا من لاكارت ديال المغرب. ما كانش الصولد عندي. لا عندي الصولد عندي كل شيء. نسيت 30000 درهم. كاين مشكل كاين مشكل في البيمون من المغرب. جربت بزاف ديال لاكارت ماشي ديالي. صيفط ميساج لمورو لاباج فهمتي دخلت عنده اون باج فيسبوك باقي عاقل صيفط له ميساج غيجاوبني انا ما عرفتش شكون غيجاوبني فهمتي. قلت انا راه غيجاوبني شي ادمين غيقدر يتلاقى عليا ولا شي لعيبه. قلت ليه عاودت ليه المشكل كيفاش داير. قال لي صبر صبر واحد نص ساعه واحد شويه ويوصلني واحد اللي قال لي قال لي طلي شارجي الالبوم وعافاك وسيبريمي قول لي باش نسيبريمي داك اللي زعما باش ما يبقاش كيغور ولا شي لعيبه زوينه اللعيبه ديال الميساج في انستغرام. شوف انا خدام انا والله الا ديك الساعه فهمتي في البيرو بيرو خدام تنقول باش شنو هو هذا الارتيست هذا ما بيني وبينه والو انا ما تنعرفوش فهمتي وغيدير معايا هاد لو جيست هذا. وانا نقول غنقاد ميساج غنصيفطو ليه. قلت ليه السلام عليكم انا راه اش كندير اش كندير ها الدومين ديالي. قلت ليه انا راه عمرني ما خدمت لي كليب في المغرب زعما عمرني ما خدمت كاع لي كليب داكشي بروفيسيونيل. قلت ليه هاي هو الكونتاكت ديالك شي حاجه عيط ليه. واش داز شحال داز شي 6 شهور شي 6 شهور بحال هكاك. واحد النهار غيعيط ليه واحد السيد قال لي راه معاك مورو. قلت ليه مرحبا. قال لي راه غنجي عندك صيفط لي اللوكاليزاسيون. صيفط اللوكاليزاسيون ومريح في الدار. تا كيدخل عليا واحد القاوم ديال البعصا تنقول شنو هو هذا الشيء ما كيمشيش هو بوحدو ياك. تنقول انا تنقول الدار صغيره شحال ديال المعصار هما كيخرجوا باك. شوف داكشي من شحال هذيك داكشي راه من شحال هذي هو كاين زعما راه ماشي فهمتي ليكيب كاينه من شحال هذي. يعني جاو عندي الدار الدراري الله يعمرها دار فهمتي داكشي زعما انا خديت في الاول واحد ليماج ديالهاش تنقول الدراري راه واقيلا تيخسروا الهضره ولا تيغنيو على هادشي راه اوتوماتيكمون غنجيب ماتيريال غنجيب تريبي غيمشي ليا داكشي. اول كليب عندي والله الا بصح زعما تنقول لك اللي كاين
غادي بماتريال تنقول لا غنمشي نقدر نرجع انا قريادي رجعت انا والماتريال هو هذا راه باخر صافي بحال هكا هادشي اللي طرا برافو يعني من تماك فهمتي بقات العلاقه ديال انا ومورو هو اللي كان كيعرفني على لي زارتيست اللي كنت كنخدم معاهم هنايا اللي تشهروا منهم شي وحدين والدراري عاوتاني اللي باقيين راه خدامين معاهم دابا خليل علاش بالضبط علاش بالضبط حجي قلتوا هذا هو اللي خصو يكون معنا في كليبات شنو الفيلينغ اللي دوز ليكم هو بون هاد لا ديسيزيون سي زكريا اللي خداها لا بالنسبه لسكيزو ولا بالنسبه لاحمد سكيزو داز الفيلينغ بيناتهم الخدمه تاعو نقيه يعني عنده بوتونسيال مزيان صافي بوغ احمد سي لا ميم شوز احمد بعد في هذيك ليبوك اللي كيقول هذاك لو جيست كان زكريا كيديروا مع اي واحد اي واحد كيقول باغي الالبوم تاع زكريا عنده فلوس ما عندوش هذيك كيعطيه تمسك ما كاينش مشكل داز بيناتنا داز بيناتهم الفيلينغ جاو تلاقاو انا دزت في الطريق فهمتي زعما راه ماشي ديال زكريا ما عارفش احمد حاجه ديك الساعه كيصور ولا صافي فاش بروبوز عليه اللعيبه جا تلاقى معاه داز الفيلينغ بدات الخدمه احمد حجي كان كيطلع عندنا في اي وقت وما عندنا لا اوتوريزاسيون باش نصوروا ولا والو مريسكي معنا احمد حجي وكيصور معنا فريمون حيت حنا في هذيك ليبوك كانوا عندنا بعد الفيديوهات في دي زوندغوال ماشي يقدر كما قال ولكن كيوصل كيوصل امن كيصور كيتكرفس معنا كنضربوا ديزور تاع الخدمه ترافاي كيمشي ما كاين لا ريال لا جوج هانيه افيك بليزير ضاحكين ناشطين لا فامي الحمد لله دونك هذا هو الكونسيبت انكم تكونوا فاميلي ولكن حتى حد ما غادي يربح فلوس كثر ما غادي يعطي شي حاجه الموفمون نقدر نقول لك داكشي علاش نقدر نقول لك مثلا تفاليديت انا النهار الاول داكور اذا انا كيفاش انا رجيت عند مورو قلت لي راه غندير معاك واحد البليزير حيت انت درتي معايا واحد فهمتي واحد لو جيست تبغيت ترد ليه انا كنت باغي نرد ليه فهمتي جميل داك المزيان ديالو هادشي اللي كاين زعما راه ما كانتش شي حاجه اخرى ولا انا راه فهمتي راه نقدر نسمع عليه وغيجي للمغرب ما غنصور نقدر ما نصورش ليه كليب من دابا تقدر دير معنا شي كليب وصعصبت لي شي ديال بلاتي انا صرت لي اخويا خويا انتقلوا من الجو ديال الصوره الى الجو ديال الصوت حيت هاد السيد هذا كيبرزت لي راسي بالراب باغي الراب باغي الراب مرحبا سكيزو خويا بغيتك في واحد تشالنج بغيتك تصاوب لي شي بيت خاص لهاد السيد هذا الله يحفظك نخدموا به ولكن انت هذا غير رابي عليه انا راه ساهل في الخدمه دغيا راه سكيزو زعما ما يصيبوش لك شحال الوقت باش كتصيب شي بيت حضر سكيزو هذاك سكيزو على حساب على حساب الفيلينغ كده خويا بين لي كاين لاداك ما نصيبوش لا لا اش بان لكم اش بان لكم اش بان لكم يصيب لينا شي بيت ولكن ماشي لنبيل لا ماشي حنا كاملين غنجربوا بيت نبيل كيفاش كاملين انت غير كتحسب داك معاه عندي الورقه لا باش ندخلكم على طرابي والله ما باش ندخلك معاك تراكسي انا نقول لك واحد القضيه الواحد اللي زامسي روابا ديال ولاد الكوبيلاسيون ديال هاد الميكستيب في فري ستايل غيكون حصري على اذاعه ام اف ام بالبيت ديال سكيزو اش بان لكم فهاد الوقيته اللي غادي نديرو هاد ستون غادي نشدو ستون بشي بوز ميوزيكال اختياركم عاوتاني شوف هو اقترح خالد انت اللي باقي ما اقترحتيش ولا اقترحها ولا اقترح انا ندوز واحد التراك زوين تاع واحد الدري نتنيش معانا في لاتين ما معروفش بزاف مهدي سليم كانز ما جانيش الناس تراك كلين زوين منزلي واعر اما جاش الناس يعني سليم كانز سليم كانز واحد لارتيست اللي عزيز عليك كتب لي تيم كيكتب هذاك الشيء من لو فون تاعو انا بيرسونيلمون جو سوي ان فان ديال استوار عاش هو كيعاود كيعاود اسمع وتعرف ستريت برافو برافو نشدو الصون بتراك اخر تراك اخر تعرفوا البي اي جي نوتوريوس وان مور تشانس تا هو نشدو بهذا حيت هذا لارتيست تا هو فريمون الدراري اللي معنا في بلاطو ما كتشوفيه ما عرفوش زكريا قلت لي راه بحال ستاتي عند الميريكان انا نقول لك باش تعرفوا تقربوا ستاتي عند الميريكان واش من نيتك واحد عنده 14 عام فهمتي كيف فكرني في الاستوار ديال سكيزو حتى هو تحقر في ستريت في نيويورك حقرو وخرج ما كاينش فلوس حقروناش اخويا في ستريت انا حقرو في الاستوديو الاستوديو تاع الاستوديو تاع الاستوديو ولكن شرف كبير نكونوا بي اي جي نوتوريوس في الموفمون اخويا واحد كيتقارن مع توباك لا لا نشدو السون اخويا في التراكات على اذاعه ام اف ام وراجعين ليكم سون الجمعه السبت والحد مع الخمسه ديال العشيه موسقين باحكين وشادين السون على ام اف ام وحنا باقي معكم على اذاعه ام اف ام وباقيين شادين ستون في ستون وباقيين مع الكلان الوار السبيكات دابا جات الوقيته فين غادي نستقبلوا مورو مورو لارتيست اللي هضرنا عليه بزيان في الانترفيو مورو اللي بزاف ديال لي فان ديالو كيتسناو يعرفوا الجديد ماشي غير الموسيقي الجديد ديالو مورو مرحبا بك على اذاعه ام اف ام صافا عليك مزيان
طبعا الحمد لله أخويا. الحمد لله. أول سؤال باش نحيدوا القيل والقال ونحيدوا شنو كيتقال، واش مورو غادي يقدر يدخل المغرب ولا لا؟ بيرسونيلمون ما كانش عندي مشكل، حاولوا يديروا لي مشكل، ما بقاش هذا المشكل، نقدر ندخل المغرب وقت ما بغيت ان شاء الله. سمعنا الاكستريت الثاني من البوم مافيريك، ما كرهناكش تهضر لينا شويه على كواليس ديال الديسك خوفيتان، البلان كيفاش طاري الكليب؟ خوفيتان مورسو عنده بريسك ان اون دابا باش موجود داك المورسو، يعني لا عين فوغ مع لاكتواليتي ديال دابا. كان الكليب كما كانش غيكون هكا، اي فيو كو جو توجور ان كونتاكت بلوس كون كونتاكت مع لا فامي منى محمد امين وياسمو الصحراوي ايتترا وزهير، هما عندهم اي سون بروش دو ميليو ديال السينما، اي سون بروش دو عز داداس اللي كنحييه من هاد المنبر، اي سا سي في تو سول وفيلين داكشي جا بحال هكاك. انا ما كنتش او كورون ديال السينوبسيس اللي دايرين ولا لا فيكسيون، حتى اكتشفتها بحالي بحال المونتور اللي مونتا داكشي، عاد عرفنا شنو داروا داكشي، اي داكشي داز مزيان الحمد لله هادشي اللي كاين. وشنو الطابع ديال المواضيع، شنو لي سوجي اللي عندك؟ سيد لي غو تريب ان بو دو بارتو، داكشي ديال المغرب، انا مغربي وكنهضر داكشي ديال المغرب، يعني ما كاينش شي سوجي سبيسيال ولا سي توجور لا ميم شوز، جو دون لي غو تريب جو بار دو سكو جو، داكشي اللي كنبغي نهضر عليه كنهضر عليه، ما كنبريباريش ليه باش كنبغي نكتب باغ اكزومبل، داكشي كيجي داكشي اللي غايجي غادي نحطو، ما عنديش واحد التوجه ولا شي لعبه اللي غادي نتبعها. نورمالمون في كل البوم كيكونوا دي كولابوراسيون، واش في هذا الالبوم غادي يكونوا دي فيتشرينغ ولا كانوا مع من غيكونوا؟ نعطيك واحد لي زوت جو بريفيري غاردي سوربريز، المراد ديال برشلونه. داكوغ، مورو امتى غادي يخرج هذا الالبوم؟ تري بروشين قالي هو، اون با اونكور ديسيدي دو لا دات، مي تري بروشين مواد الصيف غادي يكون معكم في البحر ان شاء الله. ان شاء الله. مورو شنو الفرق بين هذا الالبوم اللي خدام عليه دابا وبين لي زالبوم اللي داروا قبل؟ بيتي شانجمون ف با في لي تيم مي في لو فون، وهذا الالبوم جا en même temps que فاش كنت كنعالج كلكو بروبليم، دونك اوتوماتيكمون غادي يكون لامبرانت ديال دوك لي بروبليم في الالبوم. واخا مورو تقدر تقول لينا فين كتشوف سبيكات مستقبلا؟ باش تقدر توضح السؤال، فين كنشوف سبيكات؟ شنو زعما لافونيغ ديال سبيكات مستقبلا، شنو التطور اللي يقدر يكون في سبيكات؟ شي اوبجيكتيف خاطر غادي نقول لك دابا بغينا نديرو ولا ندير دابا، الاوبجيكتيف ديالنا حنا هو ادخل autonome on nous tarsin khedmo ba badiatna on s'entraide hadchi il a pris des autres on pleure des directives khra c'est pas grave dire l'absence dieli dit les sneni li khlat anna dak li mauvais za katnot f chnab mais c'est pas c'est rien de méchant l'objectif dialna hadchi li kanhadrou ali dab had par exemple le mixtape li kanproduyou f hadi li kanproduyou dab a travers le label en soi hadchi ana l'objectif dialna li kanna khdamin hadi moro ashnou katayni lik lghorba والزعما تأدبتي شي معاها تأقلمتي معاها، وشنو كتعني لك كلمة البلاد؟ كلمة الغربة اش كتعني لي؟ انا راه كل واحد غادي يشوفها من لونغل اللي فيه هو، حيت كل واحد عنده لي غيزون اللي خلاو يكون في الغربة، كاين اللي مشى باغ بليزير، كاين اللي مشى باغ نيسيسيتي، كاين اللي مشى المهم الغربة بوغ موا بيرسونيلمون جو سي با تري اتان بالغربة، باسكو الحمد لله كوم جيتي جو مي سون بارتو شي موا. والبلاد حاجه اخرى، البلاد سي كامله بحال الوالده ديالك، الدور 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 ترجع واش عندك قاعد تعسل بارا دول. اوكي زكريا، اللي سولتك شكون هما الناس اللي توحشتي بزاف في المغرب وشنو تبغي تقول لهم؟ لي بروش وداكشي اللي غنبغي نقول لهم كنقولوا لهم ديجا بيني وبين حتى يكونوا في راسي. اوكي مورو غنرجع معاك لواحد السؤال طرحه هشام، ما كرهتكش الا عندك شي دات اكزاكت ولا شي حاجه هكا، وقتاش نقدروا نشوفوك معنا هنا في البلاطو؟ ان دات جو با دوني ان دات باسكو دابا راك شي كوفيد ولي زيستوار، مي تري تري بروشينمون ان شاء الله، تري بروشين قبل من الالبوم كاع واقيل. مورو بغيناك تقول شي كلمه للدراري ديال الراب، كلمه للجمهور، وكلمه للدراري ديال السيبيكات. جو بونس الجمهور الكلمه ديما راه كنوجهها ليه اترافير مي سون، ومن هنا غنقول للبوبليك التحيه للبوبليك ديال موني اونسون سيبيكات سي لا فامي، ما عنديش ما نقول لهم شي حاجه غير داكشي اللي تقال ديجا،
لك الناس ديال الراب طونك هما الناس ديال الراب يعني عارفين شنو كيديروا شكا كل عارف شنو كيدير وانا شي كومبوزيسيون نقول لهم شي حاجه وكل واحد الله يسهل عليه في الشيء اللي كيدير. شي كلمه للجمهور ديال اذاعه ام اف ام اللي كيسمعك دابا واللي كيتفرجوا فيك ديال راديو ستون. ما عمرك تحكم على شي واحد حتى تعرفوا شكون هو. سهله على ام اف ام. مازال جادين سون على اذاعه ام اف ام. دابا غادي نبقاو مع واحد الروبورتاج اللي غادي يقربنا اكثر لهاد الدراري اللي كيديروا الراب, هاد الدراري اللي كاينين في هاد الميكس تيب تحت الحراسه النظريه, وراجعين لكم. معكم مختار الصولو 24 سنه, ادم اي كي اي دوخه 25 عام, امناين 24 سنه, خليل لا دوز 24 عام, انمي 19 سنه, مهدي سليم غانز 24 عام, رياض اي كي اي باليرمي 21 عام. الراب دخلت لي في 2016, قبل ما نتلاح الراب كنت غنكون اكتور تمثيل, مي ما عطاتنيش في التمثيل دخلنا الراب بالضحك. بديت الراب في 2012, كنت دخل الشيش كان انسبيريش من ولد خالشي اللي هو ماجيستيك, كان عنده واحد الكروت من جوج مال حاميه, نشما بدات الانسبيراسيون بديت كنشمزك الراب وكذا وهادي. مي عشقته بزاف, علاش؟ عاش فيه الواقع, داكشي اللي كنعيشو لقيته بصح كاين فيه, داكشي علاش حبيت الراب. مسيت سجلت تراك بارازار في الووتس ريكول, كانت ما تويحه اللي كانوا جري تحيه من هذا المنبر, تقفية سمعني تقفية ودوا مسكرية وسمعوا البلان وعجبوا. كانوا دازوا شي فريستايلات في يوتيوب جونغ باريسا ومبواك وذاك البلاناش, صافي تماك جات الكولابوراسيون. تلاقيت بخالد هيبو ريحت انا وياه, ومعمري كنت لايح شي ديسك ديالي فلاشين يوتيوب ولا فيسبوك ولا شي حاجة. مهم خالد سمع البلان, صافي خالد قال لي ركينا ميكس تيب ديال سي بي كات تحت الحراسة الرجعية تحت الحراسة النظرية, قدروا غيشوفوا شي حاجة ما كيناش بيان سيو غتنجح حيت فيها دراري مزيانين تبارك الله كله وكيدير الموسيقى في شكل يعني فهمشي كله وعندو بوتونسيال. حاجة الوحيدة اللي غنقول لهم غتشوفوا سي بي كات في واحد الهيش خور, لكن شقد سي بي كات أولو بزاف دابا باش ينتقلوا سيركات غينغ, ما عرفتش علاش حيت واخدين واحد النظره كوم كوارا ان جروب فهمتي اللي خايب وهادي وتيدير المشاكل. سيركات غينغ راك ما عارف على والو فهمتي, يعني مو واحد الناس اللي كيعاونوا بعضياتهم وعائله قبل ما نكونوا جروب حنا الاخوش فهمتي, هذا الشيء البرينسيپ عندنا. كنبغي نقول لهم باللي راه سيركات غينغ راه اكبر جروب في المغرب في الراب, ولين بوزي دابا فيه الناس اللي واعيين, الناس اللي كيديروا موسيقى, الناس اللي كنحاولوا نعاونوا بعضياتنا اي حاجه احتاجينا, وداكشي علاش كتبقى تسمع الهضره عليه كيبقاو ينتقدوا فيه وداكشي باش يطلعوا باش يبانوا فهمتيني, وداكشي راه ما غيكونش. ستون الجمعة السبت والحد مع الخمسة ديال العشية, موسقين باحكين وشادين ستون على ام اف ام. الحد مع الخمسة ديال العشية, موسقين باحكين وشادين السون على ام اف ام.
وباقي نشادين معكم السون على اذاعه ام اف ام، باقي نشادين السون مع السي بي كات. ودابا جات الوقيته اللي غادي نستقبلوا لي زامسي ديال هذا الميكس تيب. ام سي بواحد بواحد غادي يدخل عندنا هذا البلاطو باش غادي نعيشوا واحد الفري ستايل اكسكلو على اذاعه ام اف ام. بغينا التهلال باليرمي. مزيان بخير. وبغينا التهلال ام لاي. ام سولو غيكون معنا حتى هو دابا. لا دوز دوخه انمي سلام جا غاش دو فري ستايل ديال بصح غنعيشوا مع فري ستايل سيبيكات الاول مره غادي تسمعوا على اذاعه ام اف ام. ما غنزيدش كثر، غنخليو مع البيت ديال سكيزو، البيت اللي صراحه سامبل واعر كواليس شفتوها كامله كيفاش صيب البيت ديالو. سكيزو كنشوفك ماين شارة ما كاينه السيبي كواترو، شوفوا الخلعه منا دابا ميكو غير نشاطرو. ناري مالهم كايش كاطرو، قاد كاع لي سينيميز كلشي غيمشي بخاطرو. ترام بقاو بنفس اللون، سيبي كات فاميلا اليوم في راديو السون. سون وصيك ما تلعش الشرف تشوم، كشبان غير وليد انسبيراسي بوكيمون. جاي جاي سيبي كواترو جاي 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 سيبي كواترو جاي 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 سيبي كواترو جاي جاي Gang, gang, 7-4 gang, 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 7-4 gang, 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 7-4 gang, 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 7-4 gang, 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 7-4 gang. Zero قطع من الدريج الديم الأواخر، مدفاك بلاش وحيد بلا نسواريخ، عم سيفش في الجيم وما يقودي الكواريش، سيبيكات مدفاك جمع الأواليم، ما تقارنش معنا حنا طبقة عالية، اليوم افراد يسون أخو مجموعة الخالية، ما تلعبش معنا غتنوم ضحية، ما كاينش المنافسة أخو في الفترة الحالية، إيه شحال من إمسي شاف الحقيقة، طباحة من الصغر خيو خطينا السارقة، بارولي بارولي لي من صارت كاسيطة، ديك سونير في طراطم رايحو يلا أغيتي، ديزولي ديزولي خلوني بوحدي إيزولي، كنكتر من الدوزة خيو غير باش ننسى مومي، سيز ريل فاكت فين نداير غير المونح، اليوم مرة ما ميزامي جامي تشوفني بدلوني. جاي جاي سيبي كواترو جاي 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 سيبي كواترو جاي 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 سيبي كواترو جاي جاي Gang, مترو غير راب مترو دور اليوم دابا سايقو نوض فايقو سوني نقولو بضايقو بلا ما نشوف فيهم كلام وخاوي محاشي انترون واش بيدرون صالنا الضحكي انا بيستول عندي فري سايم قصة بحالة لا فري فاي اقوى طون بلاين ايكي اي سولو فور لايك always apply I don't care fuck it is like كسي تشوفو بلايك بحالك عندي فرق لي فلاي. جاي جاي سيبي كواترو جاي 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 سيبي كواترو جاي جاي يا حبابا ديك شي تعاون على شعلة ما منوش تعبيك يطيحو كينوضو كيضربو تعما كيحنوش هدو الجيم سيبي كواترو جانج فين ما مشينا كاين النوبي جانج ديال باناج وزي هيب باناج وبيج ما لعب عليش كامل كانابيس عيشو ما رديش بارانويا كرشدني باللي شعلة ما كانش البويا باراديس كحنا بي واخا تانا ما سخيش داخل داخل بيش شاد شي خرجو كلشي احاسيس اي شهيد الهوم باك اليوم في غادي السونا كلشي شاد السون كل واحد عنده لون على شي طابه شي طاني وطاني ما طاني ما والو مريبي وماشي كادر
باري كبرنا بالخبز وقاطعني كامي كاز داني ديجا طاب زدت لك مانيطاج كامي كازا وباغي بلاكي بان شغي المانيطاج شوبي جانج هيباناج وزي هيباناج وبيش كوبي رايش كلشي لعب بالديس كلشي قلب الفيس جانج جانج سيبي كواترو جانج 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 جانج عشاني بنشي لي غالط دي ماري المرعب سفر قع لما دوك جوان بغيت تشوفني ساخت وانا ما على باليش واخا طلعت بغيت نتشاحر حايد من حدا يتساخر ماركة اوريجينال ما عنديش وجه وحد اخر عقلك غير يحبس كان عارف الحضارة وما كان عارفش الحس ملي كندوز من حدا الحقادة قاع كيقطعو الحس عارفني ما كنشوف والو خو كندوز كنعفس وديك الموسيقى اللي كيديرو عندي من الدرس عطايا ما فهمو والو مراد من هاد الدرس بربي تا غنقتلهم كامل عادة غنحبس طوعدين مو هاد البالون وبلا ما دير الحس عشيري تحفر والو ما تجبر وبلا ما تبقى تلقى علينا في السن ديالو كل مرض بغيتي ولا كرهتي خويا صحا غيوصلك الساعه ولا دارت ليا في الخول ومسحك من فوق هاد الارض جانج جانج سيبي كواترو جانج 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 جانج قلب ديالك ولا زاني دا ما عنده فايدة طنطنك الله يجعني البان معك جاردة حن فيك في حالة واحدة إلا إذا جات عندي الوالدة هالسخط هاردة سربي كواترو مورو بادر حكمنا الزنق أزمطنا قانون 88 بادر بانون تارة طوالت حنا لصانون بيلاك تيقات انت واحد حنا ربريقات اي وقت نخرجوا ليك مكاع الجيات غينا الله غنديروا الدولار حتى هو خاص فولار جينا شحالنا كي شي بولا راب مغربي اسطوره بغيتي حاجه قولها جيجي لصقتي كي شي كولا الراب عطيه ولا خليه حنا راه جامي ابوندولا هون نحيدو باش يزيدو ما كنطيحو ما كنميلو باغي طرابي نحيدو السيلو الواعر فيكم قولي فين وجي عندي مشي في البلاصه بحال شي صاط عطيت خلاصه في الياكوزا دايره كازا كيموتو فيها اللي حاسني جانج جانج سيبي كواترو جانج 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 سيبي كواترو جانج جانج Gang, seven quattro gang, 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 seven quattro gang, gang. فاشن كاملة الغاز بحال فونيتش مادام الوقت باقا بوز باش غينفعني كوينيتش الراب سكر لي الدماغ نويت نحبس ومسخيتش ما حد مقاتل في الدومين راه منو باقي مسحيتش غندير البوز كي المونستر لي بان فلوكنس ولا نيكز وي ار تو ذا باوت ويتنس كنجيبو اللاقة باش ما كان بالسطلة ولا البيزنس لسانك ربالي زابط ونامي ماكل فيتنس غندير اللاقة وغنختفي كي اميليا لوكات روبا ولاو عنابة كيتلاو في البنات كنخدم غير بدماغي اما لساني راه مات لكن تجي متقف غاتلقى شعدك اللي مخبي في الريمات هذا برمودا ترانجل طحتي وسطو غطيه موسيقى شبعت روميكس روبا ولو قاطيه كنحني راسي في صلاشي ربي بوحدو كنطيع والدنيا جاب جفازلين ودارت لينا تصباع ووت جانج جانج سيبي كواترو جانج 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 سيبي كواترو جانج 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 سيبي كواترو جانج فري ستايل وير فري ستايل وير دراري برافو عليكم برافو عليكم واو دراري انا صراحه ما بقاش زعما ما قدرتش ندوي فري ستايل زعما داكشي ديال المراكنه صافي كل واحد والستيل كل واحد والفلو ديالو كلمه على هذا الميكس تيب كل واحد يحاول يقول للناس شنو طاري في هذا الميكس تيب انا ما ندويش انا دايخ جانجو جانجو هذا الميكس تيب جمع بزاف ديال الدراري وكله كيقصر خسار ديالو فهمتيني وداكشي ملي غيخرج راه كنتعاني على بالو داكشي ملي غيخرج راه غيبلا بيان سي غيعجب بيبلي انا مي هاد ميكس تيب ميساج كاع جينيراسيون اللي طالعه اسربي كات كانكي اللي غتحكم من الباير دبرتو عليها ميكس تيب ان شاء الله شي حاجه بزاف واش فهمتي ان شاء الله صافي هذا هو ميكس تيب شي حاجه سبيسيال سلومو هادشي كنشوفكم كيبان لي الروابا ديال المكسيك واش جبتوه من المكسيك ياك سابرسيل كان بلان واعر غنشدو الصون دابا معاكم من دابا شويه بواحد تشالنج ديال سي بي 4 سي بي 4 غانغ غنشدو معاهم الصون كونتر ستون تيم غنشوفو هاد التشالنج اش غيطرى يا ربي حضر السلام ستون الجمعه السبت والحد مع الخمسه ديال العشيه موسقين باحكين وشادين السون على ام اف ام وباقي نشادي معكم السون على اذاعه ام اف ام مع السابع كواترو جو لا والو
تخلى ما مشاتش معنا نورمالمون كتشد السون اللي معلي من هنا. سبحان الله لومبلي اللي صارت زكريا فاش كان شحال هذه في صغير تبارك الله بان عليه لافي حتى راه عنده واحد الصوت كيزاد. ايوا الحمد لله الله يدير لي فيها الخير. تبدلتي يا هشام قصت لي اخويا حمود تبدلتي شكون نتوما عرفتي زكريا ومستاتوري عرفتي زكريا خايبه عاد زيد خويا قص لي وزيد لي هشام الله يحفظك زكريا زوين باش نسمعوه. لا هو خي هو زعما زكريا راه مورو سميتو زكريا. لا كزهو لا وانت كتعرف انا ما كتعرف انت كتحارب سي بي كاس لا كتحارب انا دابا لا انت انا راه مشي رايح معاهم خويا نحيدو لنا الصداع هشام ويقول شي حاجه كتحارب علينا كتحاربنا صافي مشيتي دراري جايين كيباغيين يسبورطيو الموفمون كيطلعوا الوليدات كيشدوا بيديهم كيدوهم الموسيقى انا كنسبورطيو المولوديه انا كنسبورطيو الموفمون انت مالك خويا دراري يلاه نوضو فحالنا. لا ولكن شوف اللي زوين بهذه الحلقه هو داك الشيء ديال الاشاعات ما كاينش. كلين جاي واحد الكانغ باغي على الموسيقى. انا شفتك ضرب كاسكيطات والله تبدلاتك الكاسكيط ماشي هذا هو هشام اللي كنعرفوه صاد غنرابي لك يلا جا واحد تشالنج ديال دراري واحد الحاجه حتى هشام كيرابي الا بغيتو حاجه جزيره في راسو طالبو انه يدير شي لعيب واش راه قدام راه شنو هذا ياك ولا لا. لا شوف 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 باش تعرف هو الفاميلي اخرج دراري كيغني خصو يغني لينا يا كاينه كاينه غني هو يرابي يا خويا وصلنا لواحد انا ما قلبا وقلبا تعرفني واحد تشالنج وصلنا تشالنج ما غنديروش كاع لي تشالنج اللي كنديرو في ستون ولكن غادي نختارو جوج تشالنج القديكس وتشالنج ستون باللفت مزيان داك ستون باللفت ماشي دابا لا غيبقى تشالنج القديكس اليوم غادي يكون مختلف شويه تيم ديال ستون نبيل مريم زكريا هشام انا نوت خويا قبل ما تقول كونتر نوتخ لا بلاش لا 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 نوتخ يعطوا كلمة كيعطوا الكلمة السي بي كواترو غانغ إلا لقوها كيصدقوا رابحينهم بواحد أو العكس صحيح لما لقوهاش فهمتي وإن شاء الله غير لقوها خويا حنا أنا معهم تي لقوها وكذلك كذلك التيم ديال السي بي كواترو غانغ هما كيعطوا كلمة خصهم يلقوها في شي أغنية نعطوهم شي مثال نعطوهم مثال خبز نعطيهم الخبز مثلا الخبز خبز الدار ياكلوا البراني وهذه حال بيناتكم وهذه عندي اوكي تشالنج دابا نبداو مع نبيل مريم زكريا هادشي معروف عندك واحد لافونز ديال الضحكه كتخلع هنا لا ما تبرزتش متفقين على الكلمه شو مريم مسكينه مخلوعه متفقين على الكلمه صافي متفقين على الكلمه يلا سمعوا 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 الكلمه سمعوا الكلمه الدراري سمعوا الله يحفظكم لي فام دابور نبداو بنبيل شكرا للدراري لا حنا محاربين بينا حنا عندنا حزازات اخويا بيناتنا الله يحفظك سير ابخي فو مادا المؤامرات يلا نبداو بالكلمه الاولى اللي هي نبيل شد الميكرو من الفوق زعما انت راه عارف زعما انت راك الميكرو واش الميكرو زوين الميكرو الميكرو لا وطننا وطننا الحبيب قرب ميكرو اللي عندنا شي دراري قرب بلاتي بلاتي جنة 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 خليك مغرب يا وطننا مغرب يا وطننا دراري كان عندي النصيحة ديالي 1-0 1-0 ستون زعما في زعما اخويا خويا خطيتينا البلاي ليست ديالنا بلاتي 1-0 غنمشيو سي بي كات غايقول لكم الكلمه واش غتلقاوها في شي اغنيه ولا لا بلا ما الدراري ما غنلقاوهاش بلا ما لا لا واه مريم لا لا رايح يلاه شرب غنشوفوا شكون اللي يوصل خمسه النقاط الاول والان في مشاورات صافي دابا يطلع مشكلتك لا لقى مشكل في شي بلاصه لا مشكلتك 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 هي مشكلتك غير غني غير قول مشكلتك هي مشكلتي والله الا كاين دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا ساندو اغنيه الدراري باش نقدر لا بلاتي هشام راه الا ما كانتش راه نقطه الضوء نقطه كسر وشي حاجه اللي خارجه غتكون مرابي في شي لعيبه المشكل هاي هاي مرابي في واحد المعلم معلم يلا شي حاجه بحال مشكلتك معايا كيدير لها بحال هكا صافي صافي لا صافي هذه مشكلتك ماشي مشكلتي غير فرانك كتسنت المورو مورو دونك الفرصه البيلانتي اللي جاكم زقلتو باقي هما رابحينكم 1-0 برافو عليكم
راك واش قلتو يلا طوم الكلمه ديزين قطار قطار حياتي يا لا يمكنك قطار حياتي كتاب حياتي لا قربت باقي باقي قربت شي واحد الكلاشي من الدراري لا لا ماشي بكلاشي ما قربتي قطار بعدا القطار الحياتي مصطفى عدوية شي حاجة بحال مصطفى العدوية تصور هادي ديالنا خونا وحبيبنا وحشوم علينا قطار الحياتي واش معنا ولا معاهم قريبا خالد ومرانا ذكريات قلت له انا قطار حياتي يعني كتاب حياتي برافو كنتي قريب انا قلت انا صدر ديك قطار حياتي 1-0 يلا يلا هما يعطوك 1-0 خصك تلقى الكلمه عاد كتحسب هشام ما تكثر من هادشي غتلبس جلابته وغنشوف بحال هذا سير اخويا زكريا كان زين خلي الدراري طيب يلا سير طالع ارمي لا خلينا نشوف شي عرفه ولا لا لا بعدو من الراب باش لا نبقاو في الراب ولا نبعدو من عفا بعد نحاولوا نبقاو نمشي لعيبان لا لا شوف شوف ما ياثروش عليكم اختيار عام انا غنقول لهم فريته 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 اتشهر مولاها انستغرام عيقتي انت شاما ولا كيقول لي تولي شي فرتوته لا لا نقدر نقول وكمل واش كاين فري غني غنوه زوين زوين والله الا بوغوس فرتوته ما فيهاش فريت كاينش فريت ثاني فريت 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 زكريا قال اسمعني زعما انت شنو درتي شنو زدتينا انت قلتي لهم قطار وكازابور قطار قطار قال ساقطار ما كاينش حاجه بطيطس نزيد نقدر نلقاو انت يا غفريته هربانة من زكريا زكريا اش درتي انت شنو زدتينا شنو درتي شنو اخر مره هضريتي زكريا يسجل هذا هدف تاعي غفريته هربانه من الكورني عاود جبت مره زعما شي بيرا لا حيت قلت الاخره حيت كاينه وحده اخرى تاهي هربانه من شي حاجه اخرى ها انت ومول كي هربوا الفريت مصنعك ما حكمش كاينه واحد لعيب واحد لواحد كبر من الفريت واحد لواحد يلا يلا الفرصه باش ماركيو ودابا الثاني فرصتكم باش ماركيو الله هذيك شريف باينه صافي سهله زيد يلا سكيت شريف نيف شريف السلعه على ماما واش مكوا حي السلامه في صمد الدراري مريم مشات المناي عليه شريف رحنا وليدات كتافيلات عندك انستغرام لا جوج لواحد جوج لواحد صعبوا صعبوا باش سكيزو كيف برافو سكيزو برافو سكيزو يلا يلا قول 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 صاحبي عيني حليت عيني وسط مدينة كبيرة ناس أكتر كل أرضي للغينا عين لا الكلمة اللي تقالت وماش بدوها في ديسكار تفقدوش الأمل شهادة بزوز زوز 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 نبيل وانت معنا عطى كلمه لا لا نقدر نعطيها لكم في الله دعيو معنا في هاد اللعيبه اللي سير الله يسر امورك اخويا حسره يا حسره عليك يا صغري يا حسره عليك يا حسره
عليك يا صغري عارف انت حسرة عليك يا صغري زمان وينو بكري وينك يا زمان اليوم دور ساجري ثلاثة الجوز شابيلا لا خالي خالي يا خالي يا راني مكوي زكريا هو نجم ستون زكريا هو النجم ديال القفلي صراحة فإلى ثلاثة 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 زكريا دير مجهود جبار عبد الجبار الوزير مريم ماري ما عندك تي تي قال سحدان اش كتزيد دير الله فيا ونضادر وقيطار انت كتشاور كاش عارف العثماني اللي سد مع الثمانية تاكل ما بقات فيها شهر جايز الواوا برافو 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 ام ناين برافو موسيل واوا جيب الواوا موسيل واوا جيب الواوا خلي الواوا يصح انا كتعجبني ديك ديال البرداني اح يلي يلي فلاش معانا معانا شحال دابا هشام اربعة اربعة عندكم شوفوا احسن طريقة مي ماركيوش باش تضغط وا غوارديولا وتاريخ شتا تعادل ندوزك شوف راه المكان ضاعوا 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 ما هموني غير رجالي ضاعوا نجم 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 حبيبكم مي زكريا بتحبوا مي زكريا حملة انتخابية شكرا شكرا وانا ما بقاش عطاو المونتاج شو انا في نظري في نظري يبقى هو احنا نبقى وصفقوا خليه هو بوحدي زكريا زيد انا عبر الرش تبقى جالس عطرشي هنا لو ميكرو اربعة اربعة من اجلك من اجلك يا مدينة خمسة خمسة شو عندي لك خاطرك دابا سيبي كواترو ربحتو ولكن نديرو ليه خاطرو عطاو شي كلمة باش يزقلو باش يتبين لهم انهم راه مرحبا يلا نبي نشوف دراري شي حاجة صعيبة عاوتاني غيرو غير شوفي غيرو شي تا خسرنا عاد جاك ماشي مشكل دابا ما يديرش هاد القضيه المهم هادشي اللي بغيتو 5 5 نعطيكم كلمه ياك واللي غايقول الاول فيكم لا يلقاها هما اللي غير مريض هادي شي مريض زيد زيد خلي عطينا في كلمه الفصل ضغط والله ضغط كبير على القاص الدراري على القاص عندك شي كلمه صوفينا عطيني النقله دراري ركزوا والله اطلق انا الناس تخيس غير اوكي كلمه الحسم اوكي كلمه الحسم بلات انا لقيت ليها لقيت كلمه الحسم والله زوايا اربعه والله الا كاينين لا انتم مترينين قول لهم قول لهم باش نسمعوا أربعة مسدودة الحبال لا هي مسدودة أعطينا الزوايا مرافق الصغيراتو أعطي ما جار معلم معلم الصغيراتو سليم جايز سليم جايز أولي سليم جايز سليم جاز مالك نبي والو كندير مع روبورتاج شو الكره العادله حيت هما ربحوكم وما رضيتوش وعطيناكم كلمه وانتم مترينين على المكياج والرسوم المتحركه وجابه فهمتي لا زوايا اربعه برافو بغينا الثلاث السونو سيبي كواترو غنشدو الصون جوج تراكات واحد غتختاروا مريم و
صراحه واحد يختاروا زكريا لانه هو نجم ستون فهاد 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 تشالنج. واحد ليكم الاختيار نتوما. سير شويه الغربي جاستن سليم جاز. سليم جاز اوكي يلا اختار لينا شي اغنيه. خذ ميكرو والله ما سمعنا. تورينانز بيني فولون ناري ناري سمعتي. اها مريم قالت لك بغات الغربي داكشي علاش نديروا لها داكشي علاش لا مريم بغات الغربي داكشي علاش نديروا لها ديسك غربي ونديروا لها الشاب بلال فيدا لوكا ديسك غربي فيدا لوكا 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 انشدو فهاد السون بطراك هاد السون اللي عندها حتى ما فهم وراه جاي لكم على ام اف ام سيبي كواترو هم نبيل ومريم وزكريا شكرا وصلنا لشارلز سون باللفت دابا درتو التسخينات شفنا هاد التشالنج ماشي بالي ما فهمتش لا لا هيدا التليفون هاد خويا جاري عندهم العاقه شي لينا قدامنا ياك بلاتي بلاتي علينا ستريس اصاحبي تخلعنا ما نعرفش الكليماس علاش التليفونات لا انا سؤالي في التليفون انا نحط تليفوني هنا بعيدا عن المجتمع نقله نقله سؤال في التليفون الا قلتوهم وهزوا التليفون تم تم غيشربوا اللفت مرحبا و الا سولوكم وهز شي واحد التليفون تم تم غيشرب اللفت تبارك الله عليكم الدراري كنشوفوكم باي دوي شكرا تليفون ايه واحد تليفون جوج ثلاثه راه لي اخويا جمع لي داكشي فين هو الحارس اوكي تحيه الدراري اللي دوزوا الباك بلا نقيل مكاينش صعيب الدراري لا والو واخا دابا وصلنا تشالنسون باللفت في تشالنسون باللفت حتى هو غيرنا شويه القواعد دراري التيم ديال سابيكات غادي يسولوا دراري ديال السون الا ما جاوبوش دراري ديال السون لا بلاتي هنا ما تستنيش راسك الله يخليك هنا تكون معنا انا نوت انا نوت خليني نسمع تقطعونيش وانا كنصرع غتخرفوا حتى ضرب شي كاسكيطه وتتبدل حتى ما كاس حلوان صافي عاود عاود ما نقاطعوش والله الا دابا المهم سابيكات غادي يطرحوا سؤال الا جاوبوا الدراري ديال السون فالسابيكات كيشربوا ديريكتومون الا ما جاوبوش السون اللي كيشربوا وكذلك العكس صحيح مفهومه يعني بما نبداو باللي ربحوا نبداو باللي ربحوا نبداو بالسابقه طرحوا عليهم سؤال سؤال ثقافه عامه كيما بغيت وانا ري حتى شوف حتى صعب حتى طرح سؤال حتى في الزنقه مالك خليه خليه جيت تقدم سليم سليم انت كانت المو معاده ديال فيرساي وهذا فيرساي سالا الوقت لا صافي هذا ماشي هما هما شربوا لا 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 بلاش بلاش قانون 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 زوين قانون زوين قانون زوين وانكم صراحه وخليني نكمل ما تشوفيش فيه عمر شي واحد شاف السيد القاضي كل منصفان يا سيدي القاضي هو تتكون معك كاظم صار وجي ياك اسماء المنور ياك وخليني نقول دابا نتوما ما جاوبتوش ولكن كون كان عندهم الجواب تشربوا اللفت اللي ما عندوش الجواب هو اللي غادي يشرب اللفت واللي عطى السؤال ما فيه الجواب هو اللي غيشرب اللفت اش هذا بنين لا وقانون كان واضح حيت كان شي سؤال لا لا اشوي انا حني برافو 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 كي جاك مزيان بحال فيرساي بحال فيرساي اذا معاهده فيرساي في اي عام كانت 1912 انا صاحب شاف 1917 19 واخ عطاونا اخر ربعه ديال المنتخبات داو كوبا امريكا الله يرحم الوالدين
شكرا. كاين البرازيل زيد ياك مكسيك برازيل زيد لا لا بلاتي انتما لا تجمعوا دير لهم ستريس دير لهم ستريس يلاه دير لهم يلاه تريك الوقت زاين 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 الجزائر تشيلي بلاتي بلاتي اسمحوا لي اسمحوا لي اخر ربعه اخر ربعه بلاتي شكون اللي غيجاوب واحد يتكلف واحد يجاوب بيبو قولوا لي بيبو يلا سير الوقت شيلي مكسيك كولومبيا البرازيل هي جواب غلط علاش غلطه بزاف غلطه غلطه بلاش 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 نعرفهم واش هما بلاش اسمحوا لينا واش فيرساي انا كنت معاه لاري واش هما يكونوا بالترتيب ولا ماشي مشكل عطاهم ليا مخربق عاونتيهم اذا قالوا هو البرازيل مكسيك مكسيك ما كايناش ولا الشيلي شكون مكسيك عطينا مكسيك كاينه البرازيل اخر وحده البرازيل اخر وحده الشيلي الشيلي الاوروغواي ثلاثه الشيلي دا جوج متابعين جوج نص دابا الثلاثه الرابعه اربعه داو جوج لا اسمح لينا لا 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 اخر ربعه اخر ربعه المنتخبات لا لا شوف شوف المنتخبات بلاتي لا لا بلاتي نقدروا نديروا الفار نحبسوا نسمعوا اش قال خسرنا علي خليك والله علاش خالد هو اللي غادي يدير هو اللي بغى هو اللي انا ندير معاك مزيان بلاتي انتم موافقين نشرب خالد ولا تختاروا شي واحد اخر خالد انسان صريح قال خسرنا المكسيك المكسيك قلنا لك شرب الماء ما عرفتش اش رجعتيه مشرب روحي غمضت عينيك انا بلاش 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 ناري انمي حاقد 1966 شكون اللي دا كوب دو مون الله 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 داري كورة منتخب انجلترا ما كملش السؤال لا لا خليك تكمل السؤال 1966 شكون اللي دا كوب دو مون ضد من دا ضد هولندا خطا ضد الارجنتين شرف لا 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 شوف شوف الفار 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 انه داتو 1966 الانجليز بلاش لا ما كايناش ماشي الارجنتين ماشي الارجنتين لا لا المان لا المان ولكن بلاش نعطيكم قانون السيطره نقولكم السيطره نقولكم السيطره دابا شناهو تصرف هذاك شناهو بلاتي بلاتي انا لكم الصيطره اصلا هو سول على 1900 واش بلاتي غنتاكدوا الله يحفظكم باش حتى دابا الناس اللي كيسمعونا في الراديو ما دوزوش لهم شي بلا كنا بغينا طب اللي الدراري عاجبهم كي لا 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 4 جوج المانيا برافو عليك ولكن شوف جوجكم غلطتوا اذا غادي تعاودوا السؤال غتعاودوا السؤال عاودوا شي سؤال شوفوا راه اصعب واحد في الثقافه الرياضيه هو الدري شحال من سجده كاينه في سوره السجده أوه دراري جديد الإسلام أنا ثلاثة سجدات أنا ثلاثة بغيت واش نغلطوا في هذا الشيء فهمتي حتى التليفون كاينين جوج غلط أخويا سجدات بحال كاينين
ولكن شكون كتختاروا؟ شكون كتختاروا؟ الدريه 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 عارف 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 واحدة معارف لا 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 يا إخوان يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة التزموا أنا معكم أنا معكم دابا بلاش 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 دابا نتوما عندكم اختلاف شي مختار نبيل وشي مختار زكريا غنشوفوا الفوت مريم الله يرحمها الفوت خمسة اصوات زكريا شكون اللي بغى نبيل اللي بغى نبيل نبيل معارف هو نبيل لا لا بغيناش نبيل بغيناش نبيل لا لا قول اللي بغى نبيل خلي التمام زكريا شكون اللي بغى نبيل بغيناش نبيل ثلاثة بغاو نبيل شكون اللي بغى مريم كلكم واحد اللي بغى مريم شكون اللي بغى زكريا 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 انا ما فهمتش طريق النفاتيه زكريا عمر ولا تسباته كانوا عنيفات اليوم ماشي كلهم من غير ام ناين ياك شوفه ام ناين دري اللي اختارني انا ونبي الله يعمرها دارك اوكي عيط غادي يشرب لا لا جيت تاليو اوكي شحال دابا جوج كيسان شربتو وما شربو كاس ياك جوج كيسان دابا بحال الاولى شنو هي ديك بحال الاولى حنا لا دابا كرات السخينات قلت لكم التسخينات على قبل هذا الشيء فهمتي دابا اوكي نتوما جايين ما يسولوا دابا هما لا يسولوا دابا هادي انا تسرارك انت ولا انا ها بالو لي نادي الاخوان عندهمش معدتي دابا الدراري شكون اللي دا الكوب دوروب 1992 دنمارك برافو نبيل علي نبيل لا هما شوف صورهم صورهم نبيل فرصة أخرى قولهم شكون يشرب كملوا لا دي صار روحي لا وشوف زغمة مريم مازال تحتاجي ذاك الكاس ميكس تيب تحت الحراسة النظرية شحال فيهم الطراح 8 غلط شمريا غلط 7 واحد غلط فيك غلط سعود قال لك براكين بونس سعود لا 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 جيش من الحق جيش من الحق قالت سعود قالت سعود قالت سعود في الانترفيو في سمعت نورمال هذه شوف شكون غيشرب سبات مالك على سبات انت اسي نصرح واحد يدوبلو لي الشريب لا 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 كلشي باغي سير كلشي باغي ماشي كلشي ما تعترش على الدراري خمسه قالوا نبيل كلشي باغي زكريا لا 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 شفت كلشي باغي مريم لا لا سبات سبات نتوما جوج باش انطروا على سبع اخرين بلاتي انت حسبوا حسبوا نديروا نبيل واحد يا خالد اللي بغى نبيل خالد اتصر مريم شكون اللي شحال واحد بغى مريم انا احسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة شكون اللي بغى زكريا؟ بقاو ثلاثة ثلاثة بلاش مريم ومريم هي ياك ما تاخذي لا الطويلة شنو نغرف لك؟ دور نبيل واش ندوزو لك السيارة؟
كيفاش دورنا وتضحك يلا سر سر عادي عادي برافو مر الشهادة خليكم رابحين وهذا هو التشالنج ديال الصوم في الليفت برافو برافو الدراري فوالا برافو الدراري برافو باقي السؤال يا زكريا واحد المخرج قال لي الوقت سالا لا السؤال يا زكريا واش انا مسطي ولا ما يزيد الوقت بدل الضائع لا خاصه نضروره لا لا ما نسوي غنشوف الجماهير نزيدوا سؤال ولا تزيد سؤال نزيدوا سؤال ايوا ما صافي مزيانه روح رياضيه مزيانه انا مربوحه صالح ديالك ديزا ديزا واش ديزا عوال اخويا زكريا هاني 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 كانت حلقه واعره مع سيبي كواترو خويا كلمه اخيره ليكم بغينا نسمعوا شنو تقولوا لي فان شنو تقولوا الناس اللي كيتصنتوا ليكم الجمهور ديالكم خالد انا الميساج اللي غنبغي ندوز من هذا المنبر هو ان ما خاصش يبقى الشغب ما بين الوداد والرجاء وما بين لي زولترا برافو برافو واعره نبيل ديالك حيت لي زولترا اللي عرفناهم حنايا في 2006 و2005 كانوا داروا واحد الاشعاع في الديربي تاع المغرب وطلعوا بالكره المغربيه وبالجمهور تاع المغرب الفوق ولكن هادشي اللي كنشوفوه ديغنييرمون راه طيح بالكره المغربيه والسمعه تاع المغرب للارض حنا راه خوت ودادي رجاوي فاسي طنجاوي كاملين خوت كاملين مغاربه ما خاصناش تقاتلوا بيناتنا مغرب واحد والميساج اللي نبغي ندوز الثاني هو المسؤولين كنحيي اي مسؤول كيتحمل المسؤوليه تاعو وعنده لو بون سونس دو ريسبونسابيلتي عنده الروح تاع المسؤوليه عاليه كنحييه من هذا المنبر برافو 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 كيزو كيزو ما عندي ما نقول صراحه تسناو الدراري جايين ان شاء الله ميكستاب جايه جاي بالجد كليبات تاعو هما خدامين في داك الشيء افو ديديكاس لوليده الله يخليها لك يخليها لك اخويا حجي انا الميساج اللي عندي اخويا هو لكاع الناس اللي كيشوفوني كنخدم مع الدراري كنتعاون معاهم و تيقولوا لي راك ما تدخل والو من داكشي اعطيونا اتساع اللي بغى يعاون واحد يعاون يدير شي حاجه فهمتي اللي غادي تزيد بالموفمون قدام والسلام عليكم برافو برافو حجي برافو حجي برافو حجي لازم سي ديالنا كنشكركم واحد بواحد فريمون والله زعما كنشوف الروح ديالكم كانت واعره في البلاطو الفريستايل كيفاش الانرجي خرجتو الراح مكسيكانو يعني هاد البلان خذ ميكرو خذ ميكرو خريبكا خذ ميكرو خذ ميكرو هضر هضر المهم ديديكاس لخريبكا نابولي وصافي اه تحيه الناس خريبكا كاملين واحد واحد خلاو لينا فهاد لاغشيز خاصنا ندوزو نيت للديديكاس الناس تاع خريبكا نابولي اللي عارفين بطاك تاع سابيكات والناس تاع خريبكا كاملين دو ا ا زد حيت الناس تاع خريبكا مشينا عندهم بالكولتور تاع الراب ما خلاو ما داروا علينا وسيبورطانو تاع بصح وكاع لي فان تاع سي بي كات تحيه ليكم ولا نسينا شي واحد الدراري وي وي برافو برافو زيده امنا زيده الوليد والوليده اثقوا فيا راه والله ما غادي يخيبكم بالله انمي قول شي تكاليم راه نقول الكلمه ديالي اخويا مرحبا ضروري كيجاك بعد اللبس راه باقي مصدوم من اللبس ماشي المهم بغي نوصل واحد الميساج الاب ديالي المهم حنا حتى انا كنعاني من داك كنوصل الميساج لاي واحد بغى يخدم ويوصل شي لعيبه حتى انا كنعاني من داك البلان ديال كتبقى ناعس كيجيب باكي فاي اكتا غتبقى ناعس ليا هنا انت غتبقى ما ديرش ما غتفعلش ما غتركش من الوالدين خصهم يكونوا ما رقم واحد اللي يوقفوا معاك ويعاونوك ويساندوك حيت كيف ما كتشوفوا والدي انا معايا الناس اللي نقدر نكون عرفتهم غير في شهرين ثلاث شهور وقفوا معايا عشت معاهم شي حوايج اللي بزاف اه كبرتوني وتقاتلتوا عليا مي في اخر المطاف بغيت تكونوا تبقاو معايا فهمتيني تكونوا معايا ديال بصح واش انا راه غنكون عاوتاني في الكون ديالكم ان شاء الله واو 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 راسكم انمي وحق الله السيز ديالو لا ميساج صعيب واش السيز ديالو داخل في لاكولتور ديال بصح توباك شاكور كان نفس الحطه نفس اللعيبه ما عرفتش واش الصدفه ولا انت انسبيريشي من هذا البلان مي برافو عليك كلمه كلشي 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 فيكم ديديكاس الوالد والوالده الزوجة تاعي برافو برافو وكاع الناس اللي منهم انزو نسبيل مورو وبزاف الناس اللي خلوني نوصل لهذا النيفو راني كنموت عليكم كاملين وي 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 دوخة بغيت نقول شكرا للناس تاع غاديو السون على الاستضافة وشكرا للبيبليك كي سيبورتينا من نهار الاول و سي بي كات تبقى غادا ان شاء الله
اخر اجل ان شاء الله حتى انت نشوفوك اخويا واصل لك داك الشيء ديالك صولو غيكون عنده شي مساج ما عرفتش علاش حاس بيه فري ستايل المهم كنشكر ام اف ام مرحبا استضافة والله ما كذب عليك سي غون بليزير نجي عندكم لينا حتى هنا اخويا وكنشكر سكيزو عزيزي وخالد يبوك اخويا شي الكبار قتلهم ضربهم قتلهم لا هذا هو الشكر عندهم تما وكنشكر سي بي كات جانج اللي انا تاقت فيا نكون معاهم مثلا في لي مونبر كبار معاهم ارتيس ولامي جانج برافو 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 سولو سلام جرب قيس ونختتمو ونقول لكم يتوب عليكم الدراري ديال ام اف ام الدراري في شكل جينا كبرشو بينا وكنبغي نوجه للوالده نقول لها بلي كاع داكشي اللي تقاتلتي عليه باش نوصل انا لبزاف الحوايج غادي تشوفيه في الله وكنوصي اي واحد كيدير شي لعبه ما يوقفش اش قاتل اش قاتل ضروري غيجي واحد النار غيوصل واي 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 حتى غادي تزيد حتى تقول كلمه اكبر ديال انا نقولكم انا عطاو اللمن راديو شو واحد واحد خديه واهره الاي كي اي لا دوز لا دوز راه خو سكيزو شوفوا سكيزو باش كان صغير لا دوز كلمه ديالك خليك يجيني هذا اكبر من سكيزو دابا واش اللي عنده داكشي مزيان اللحم اه لا بجوج شنو هي لا دوز شكرا بزاف على هذا الاستضافه هذا و سول كينغ والله سول كينغ مزيان بزاف مشيني برافو 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 كنشكركم الدراري بزاف ديالنا في الناس الاعداء في الجو ولكن شوف والله زعما كلمه حق لا لا كلمه حق زعما هنا هاد الكونسيبت والله مديور لي جون بحالكم حنا فرحانين ديال بصح من نهار بارطاجيت الفكره انا وخالد وهضرنا في انستغرام هضر مع مريم ومن بعد هضرت انا وياه فكانت الفرحه عندنا في التيم كبيره وكنشكر كل واحد زعما ما كيبانش معنا مالوغوزمون ما كنقدروش نبانو كنا فهمتي كنشكر كل واحد بصغيره ولا كبيره عاوننا باش تكون هذه الحلقه فهمتي وانا كنتمنى ديال بصح نشوفكم دي ستار كل واحد واصل فيه بغا وعجبني بزاف ان البلان اللي جا خالد بارطاجها معايا فاش ريحنا قبل ما نريحوا في الراديو بارطاجها معايا سكيزو حجي كنعرفهم مزيان فهمتي كنعرف حجي وسكيزو كنعرفهم حتى هما مزيان عجبني باللي قال لي الفكره ديال حنا فسولتو شي اسئله ما بغيناش نجبدوهم في الحلقه حيت حنا كبر من داك الليفل قال لي حنا فوالا اخويا كنديروا الموسيقى كنديروا السبور كنديروا بزاف ديال البروجيات جايين ما باغيش نديطايي معاك اكثر وهذه وهذه دونك داكشي كيبقى ديال انستغرام وديال ستوري وهذا يعير وهذا اشاعات ما لاصقينش فينا والهضره الخاويه ما عندنا ما نديروا بها وحتى في الانترفيو ركز قال لي ركز لينا على الموسيقى حيت داكشي ما نقدرش نجاوب ما كنعيشوش بغينا التلال سي بي 4 وكنشكر صحابي كنشكر عشراني كنشكر سينابيل بن شقرون او كيف هو عطيتو الكاس الغلط برافو برافو نبيل شكرا شكرا لك خويا شكرا مريم قطار الحياه شكرا الدراري وشكرا لكم على حيت جيتو معنا هذا النهار صراحه كانت واحد لومبيونس اللي زوينه بزاف وكنتمنوا لكم التوفيق كاملين برافو برافو شكرا زكريا شكرا هشام شكرا قطار الحياه قطار حياتي شكرا الدراري والله الا دوزنا معكم حلقه زوينه بزاف والله ريسبكت فور لايف ريسبكت فور لايف ودرس السلطان فور لايف بعارف فور لايف السلطان بعارف مالك المغرب فور لايف كنشكر واحد بواحد كنشكر الطاقم التقني اللي كان معنا شكرا زكريا مدني بزاف شكرا سعيد شكرا ايمن شكرا بزاف خويا حسين شكرا حموده داريس المخرج ديال الحلقه وشكرا سعيد ابو عاد المخرجه في الفيديو اللي تخاتلات معنا باش تجيب لنا الصوره والصوت وديك التكنولوجيا مع ياسين الانصاري مورو باش يكون معنا برافو برافو مالك الضحك مالك الضحك وكنقول لكم حتى نتوما لي فان ديالنا وبوبليك ديالنا في كل جمعه غتبقاو شادين معنا